اوكي هيا ارجع شوف كيف التزيين بس بخفي الشاشه يعني عشان ايش سطح المكتب تمام. الان ندخل على الاناتومي للشابتر ندخل على اللي هو عندكم مجموعه من التيرمز بعد الشجره اللي بنقسم الجهاز العصبي هاي عندكم مجموعه من التيرمز ترمينولوجي خاصه بالليفر سيستم تمام مصطلحات كل مرت علينا في الترمينولوجي او غيره اللي هي جري ماتر وايت ماتر نيرف نيرون نيرف تراكت نيرف تراكت يعني قناة عصبية اللي عبارة عن مجموعة من الألياف العصبية في بنسميها في السنترال نيرفس سيستم والنيرف بحت كده كلمة نيرف بنطلقها على مجموعة من الألياف العصبية مع بعض حزمة عصبية موجودة وين في البريفيرال نيرفس سيستم يعني في الدماغ والنخاع الشوكي بنسميها نيرف تراكت وفي برا في البريفيرال بنسميها نيرف في عندي اللي هي النيوكلياي النيوكلياي عبارة عن collection of group of cell bodies مجموعة من الأجسام الخلايا العصبية في السنترال نيرفس سيستم النيوكلياي بنسميها الأنوية العصبية واحنا بنحكي بنشرح عن البرين هنحكي عن الأنوية العصبية مثلا كذا اللي تجمع الأجسام الخلايا العصبية في داخل السنترال نيرفس سيستم بنسميها نيوكلياي وفي البريفيرال بنسميها جانجليا جمع جانجليوم جانجليا اللي عبارة عن collection group of cell bodies outside اللي هي السنترال نيرفس سيستم يعني في البريفيرال نيرفس سيستم ما عدا واحدة مجازا بنسميها هي النيوكلياي بيزك النيوكلياي بنسميها بيزك او بيزل جانجليا يعني عملوا مجاز لسبب معين للتسمية لكن هي النيوكلياي لانه وين موجودة في البرين في السنتر بدل في السنتر النيوكلياي نويات عصبية بس بسموا بيزل جانجليا مجازا عشان شغلة معينة تمام وهذا حنشوف ايش دورها وظيفتها في البرين بتعمل على يعني سورتنج للنيرف امبلسز الموتور امبلسز تنظيم وتنسيق للاشارات الحركيه وبتعطينا الحركه هاي واحنا ماشيين دائما بنمشي يبقى واحنا ماشيين واحد بيمشي زي المشي العسكري بالضبط بيمشي دائما بأريح في اليد بيمشي عشان يتحافظ على توازن جسمك وانت بتمشي عملت الارم سوينجينج ترجح الايدين اثناء المشي البيزر جنجي هي بتتحكم فيها بتخليك لا ارادي انت يعني تمشي بهذه الطريقه من ضمن عملها بتعمل سورتنج ترتيب وتنظيم فلترة للإشارات العصبية الحركية اللي تطلع من البرين وتروح على اللي هي الجسم تمام؟ إيش في عقب العلم من التيرمز؟ يس؟ فنتركلز؟ فنتركلز قلنا بطينات الدماغ هي الأماكن اللي هنستعرضهم مع بعض في الشابتر اللي بيتم فيها إفراز السينوس مال فلويد في السائل الشوكي أربعة فنتركلز عندنا إيش كمان؟ فنتكلز ما قلت فنتكلز بدانكلز او بدانكلز هذه اضرع هاي بدانكل عبارة عن مناطق عصبية اوكي بيدانكلز هي اذرع عصبيه وهذا البيدانكلز موجوده في منطقه السيريبيلوم غالبا المخيخ زي اذرع وصل قنوات عصبيه تصل للسيريبيلوم مع اللي هي البرين ستيم جذع الدماغ وهكذا يعني في تيرمز شائع في حنلاقيها دارجه معنا الان اقلب على البادي البرين نبدا نشرح على البرين الان بده ياخذ منه وقت في الشرح نحاول يعني نختزل شوية نأخذ كل الأجزاء بس باختصار البرين الجماعة هو الجزء الأول من السنترال نيرفس سيستم مع السبينال كورد البرين بتكون من طلع هنا بتكون من أربع أجزاء زي ما احنا شايفين في الدياجرام اللي قدامنا بتكون من السيريبرم المخ
وهو عباره عن تو هيمسفيرز نصفي كره وهو الجزء الاكبر الميجور بارت اوف ذا برين عباره عن سيريبرام عباره عن ايش عن المخ ويتمثل ويتجسد في تو هيمسفيرز نصفي كره نصف يمين نصف شمال هو باللون الاصفر هذا او البني اثنين الداينسيفالون المخ البيني داي بيني انسيفالون يعني مخ المخ البيني اللي باللون الازرق شايفينها جاي بين تقريبا التو سيريبرال هيمسفيرز بين نصفي كره المخ اللي بتكون من الهيبوثالاموس والهايبوثالاموس والثالاموس ثالاموس والإبيثالاموس والهايبوثالاموس فوق المهاد والمهاد تحت المهاد ثالاموس المهاد وجزء اكبر منه فوقه جزئية صغيرة تسمى الإبيثالاموس فوق المهاد اللي فيها موجود البنية اللي جلدنا الغدة الصنوبرية والهايبوثالاموس اللي تحت منه وتحت المهاد اللي طرقنا له زمان حنأخذه وظائف عدة ومهمة اللي بنظم الحرارة والجوع والعطش والسايكل اليومي تحت الإنسان إلى آخر تمام؟ برين ستيم جذع الدماغ اللي باللون الأخضر نازل نزول هذا اللي بتكون من البونز الميد برين والبونز والمظلة تكون من المخ الوسطي الميد برين والبونز الجسر أو جسر فالولاي أو البونز السيانية بسموها حسب شكله أو الجسر لأنه هو جسر العبور الإشارات العصبية من أجزاء المخ إلى الى 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 النخاع الشوكي بعد كده والمظله بلقاها النخاع المستطيل اخر جزء في الدماغ اللي هو 3 سم تقريبا النخاع المستطيل المظله بلقاها اللي بعديها بصير عند فرم الماجنم بتصير بعديها سباينال كورد وهذا اهم جزء في الدماغ حتى لا تصغر اهم كل الدماغ ليش لانه بتحتوي زي ما حنشوف على الفايتال سنترز بتحتوي على ايش الفايتال سنترز اللي هي الكارديوفاسكولار سنتر المركز اللي بينظم القلب والأوعية الدموية واللي أهم من كده الريسبيراتوري سنتر فيما يتجسد في الميدلري ريثميسيتي إيريا منطقة التنفس التحكم التنفسي اللي هي بتتحكم بتخلي تتنفس أو لا اللي لو صار عندي إصابة في البرين ستيم الإنسان بدخل في حاجة اسمها برين ديث برين ديث اسمها دماغ على أجهزة التنفس الصناعي لما الله يتولى برحمته الموت السليم تمام كل هالدماغ هذا كله اللي شايفه أهم حاجة آخر 3 سنتر فيه لأنه الفاتر سنترز موجودة فيه تمام؟ يعني في كتير ناس أخذ إصابات في الأحداث والحروب أجابته طلق الدبابة مرة طفل 800 يعني هاحل رصاصة دخلت منها وطلعت منها عملت التراك في البرين وظل عايش صار عنده إعاقة بس ظل عايش دخلت في التراك في البرين السيربرام والهذا صار عنده شوية شلل شوية إعاقة شوية كلام لكن بتنفس وقلبه بيشتغل ليش لأن المدلل بلونجاته شغالة ما انصاب اوكي ما انصاب تمام اوكي والسيريبيلم اللي هو المخيخ سيريبرام سيريبيلم مصغر اللي هي بالجزء الأحمر هذا موجود في أسفل الأوكسيبيتال لوب تاع الدماغ تاع المخ وهذا مسؤول عن الحركات والبالانس والبوستشر حنشوف كيف اللي هي باختصار كل الشغلات كل شغلة ايش وظيفتها واضح هذه المين باركس الأربع أجزاء تاعت الدماغ اللي هي السيريبرام على شكل تو سيريبرال هيمسفيرز الداينسيفالون المخ البيني البريستم جذع الدماغ الاهم جزء فيه قلنا المظله البلونجاتا اخر جزئيه فيه حنشوف كله مع بعض والسيريبرام المخيخ المسؤول غالبا عن تنظيم الحركات والبادي بوستشر والبادي بالانس والاكوليبريم التوازن في الدماغ كله على بعضه اهم جزء فيه اللي هو كله مهم بس المظله البلونجاتا المخاع النخاع المستطيل اخر جزء في البرينستم ليش انا بحتوي على الفايتال سنترز مركز القلب ومركز التنفس وبالتالي ان صار دامج للمظله انسان بصير عنده برين ديث وبكون في الموت السريري لان تولاه الله ماشي اوكي السيربرال هيمسفيرز باختصار شديد عنده تو سيربرال هيمسفيرز انت ضل قاعد ما ضلك عشان التسجيل يكون واضح لانه البرنامج فيه مشكله تمام ليفت اند رايت سيربرال هيمسفيرز السيربرام بتكون من كل هيمسفير بتتكون من مجموعه من اللوبس اللي احنا شايفينها بالالوان عندي 5 لوبس 5 فصوص تتكون منهم السيربرام كل نصف كره كل هيمسفير بتكون من 5 لوبس تمام بالالوان باللون اللي قدامكم هذا الرمادي او الزهري هذا او الفوشي زي ما كنت مسمو هذا يسمى الفرونتال لوب فرونتال واللوبس هذا يا جماعه مسمى بسمين تفكرين السكالا ما اخذناها باسماء عظام الجمجم اللي كلنا البونز
فرونتال لوب جاي في حضن الفرونتال بون تمام، والبرايتال لوب باللون الازرق هاي البرايتال لوب باللون الداكن الازرق الغامق موجوده تحت عظمي البرايتال بون تمام، واللي ورا اللي هي اللي على الجنب هذا بالازرق الفاتح خالص تحت التمبرال بون التمبرال لوب، واللي بالازرق المتوسط هذا اللي ورا الخلفي تحت الاوكسيبيتال بون الاوكسيبيتال لوب كبسلو صاروا، وهذول الاربعه بارزين لو انا فتحت دماغ واحد جمجمه الاسكال شلت اللي هي المننجيز ليش السحيه البغلف والدماغ الديورامتر والبايومتر والاركنويد صار عندي خلايا دماغ زي ما هو كده لسيج دماغ بكشوف ببان عندي الاربع لوبس. اللوب الخامس هذا ما بشوفه انا من برا لبرا كده مخفي، وهذا بيسمى اللي هو الانسولا يسمى شفت الخط هذا هذا هاي المنطقه هاي يمكن هاي موضحين وهان هو هذا يسمى بالانسولا بس مخفي جوا جاي جزء صغير جاي بين تحت الفرونتال لوب والتمبرال لوب والبرايتال الثلاثه هاي بتجوا مع بعض هنا مزبوط تحتهم بينهم بتلاقيه جزء مخفي بسموه الانسولا وسموه انسولا ليش من انسوليشن ليش يعني انسوليشن معزول عزل انسولا الفص المعزول مخفي لحاله جدا معزول اوكي يس. طبعا لو لاحظنا هنا على سطح الدماغ من برا البرين بتكون من السيربرم من جزئين، جزء السطحي تسمى بالكورتكس قشرة المخ، والجزء الداخلي يسمى الوايت باتر شايفينها الكورتكس طلعوا عليها على الرسمة هاي مقطع من الدماغ منها الكورتكس الماشي مع التلافيف هاي وحنرجع للتلافيف عبارة عن الجري ماتر عبارة عن ايش الجري ماتر المادة الرمادية قبل شوية قلنا المادة الرمادية ما عليهاش مايلاين شيت مش مغلفة مش مغلفة تمثل ايش انها اجسام الخلايا العصبية يعني تمثل الكنترول سنترز الكنترول سنتر اذا قشرة الدماغ قشرة المخ هي الجزء الاهم في الموضوع في بالنسبة للسيربام لانه هي مراكز التحكم وين موجودة في هذه القشرة وهي رقيقة ثن سمكة لا تتجاوز الثلاثة ملي من واحد لثلاثة ملي او اثنين لثلاثة ملي تقريبا سمكة تمام. الان الوايت ماتر المادة البيضاء الداخلية هاي قلنا قبل شوية المادة المغلفة عليها مايلين شيت. طب المين المغلف الاكسونز والدندرايتس يعني خطوط توصيل الإشارات. إذا الوايت ماتر مراكز قيادة ولا ما خطوط توصيل؟ خطوط توصيل عبارة عن كوميونيكيشن لاين بتوصل الإشارات العصبية من وإلى أجزاء الدماغ المختلفة سواء من مناطق اللوبس تاعت السيريبرم في داخله وهشوفهم اللي هي أنواع الفايبرز اللي بمر عليهم سريع البروجكشن فايبرز والترانسفيرس فايبرز وإلى آخره والأسوشيشن فايبرز بتنقل من منطقة لمنطقة أو من فص من لوب للوب أو من هيمسفير لهيمسفير ولأجزاء الدماغ الأخرى للدينسيفالون للسيريبرام للسيريبيلم للبرين ستيم إلى آخره. هذه وظيفة مين الوايت ماتر خذوا التوصيل زي ما بقول والله إيه كراج رفح عارفينه كراج رفح عندي العودة مثلا أو الكراج الشرقي تمام سكر رفع الشباب تمام كراج رفح هو تبع رفح وكراج رفح اللي في خان يونس وكراج رفح اللي في دير البلح هذول الكراجات وين بودوا يعني بينطلق منهم ايش السيارات المتجمعة عشان تروح على رفع وتروح على رفع سواء من الدير لرفع مباشرة او من خنيوس لرفع مباشرة انطلق منهم. لما اقول انطلق منهم يعني ايش الاوامر طلعت اشتغلت السيارة تمام. طيب لانه مسؤول الكراج بقول انت المجموعة هذا بتشرح خط رفع هذا على خط خانيونس وهكذا. طيب الان الطريق الذي يصل بين دير البلح وخانيونس وبين خانيونس رفع عباره عن ايش وايت ماتر خطوط توصيل فيش فيها مراكز قياده ولا مراكز ولا محطات ولا اقول له لا انت روح انا خلاص هو انطلق من هناك الامر له من المحطه نفسها من الكراج نفسه مش كذا فهمت الفكره. اذا ايش الوايت ماتر زي الاسفلتات اللي بين اللي هي المدن والمحطات تجميع السيارات وانطلاقها الكراجات هي عباره عن الكنترول سنتر للجري ماتر فهمنا. طيب ننطلق الان القشرة زي ما احنا شايفين الكورتكس اللي بالالوان هاي على مشمل ساء وهذه حكمة ربانية عشان تعطي زيادة للمساحة السطحية والخلايا العصبية تاعت الجري ماتر عشان
هي رقيقة لكن إيش تعطينا كمية أو مساحة واسعة من مراكز التحكم العصبي. تمام، ربنا ما خلقها ملسة، خلق مالها متعرجة، وخلق في عندي كمان حاجة اسمها السلكاي والفشرز اللي هي الأخاديد اللي بين الأجزاء. ليش؟ عشان ننزل ونطلع وتعريج نزود المساحة السطحية. هذه بنسميها جماعة التلافيف، أخذتوها في الثانوية، التلافيف الدماغية بنسميها الكونفوليوشنز. بنسميها كونفوليوشن، كونفوليوتد يعني ملتفة، التلافيف مش ملسة. التلافيف هذا عبارة عن إيش؟ منطقة عالية ومنطقة منخفضة، هضبة وسهل. المنطقة العالية بنسميها جايراي، جمع جايرس، جايرس يعني هضبة مرتفعة اللي لفوق، واللي نازلة تحت سالكاس، من سالكاي اللي أخاديد. تمام؟ إذن الكونفوليوشنز عبارة عن جايراي عن سالكاي، أو جايرس عن سالكاس المفرد تبعها. واضح؟ المنطقة العالية جايرس، والمنطقة الواطية منخفضة سالكاس، جايراي سالكاي. وفي فيشرز هذه عبارة عن ديب سالكاي، ديب سالكاي اللي هي يعني أخاديد مالها عميقة جدا، مش مجرد والله هيك تطلع، لا تنزل زي مين؟ زي اللي بين التو هيمسفيرز، بين الرايت والليفت هيمسفير، من النص لازم لاخر الوقت ما تمدح، زي اللي بين اللي هو الاوكسيبيتال لوب بين السيريبيلم. ها تمام، في المنطقة هاي، في المنطقة هاي، وهكذا. اوكي، زي هنا اللاترال فيشر او ترانزيت فيشر، شايفينه هاي وهاد، هذا ايش؟ عميق برضو. لو جبنا مجسم من بين حنشوف الكلام هذا كله بالكلام. تمام، فالفشر عبارة عن ديب سالكاس، خدود بس ماله أكثر عمقا، زي ما جاء في حرق مجراية قناية تكون عمقها 30 سنتو، عمل مجراية عمقها خدود عميق يكون عمقه متر مثلا، اللي متر عمقه هذا فشر إنه أعمق، واللي شوية هذا اسمه إيش؟ سالكاس. أوكي، والمنطقة العالية تسمى جايرس وجمعها جايراي. واضح؟ حكيت لهم جاي بها، ابعد عن المكيف عشان يضل الجو برضو كويس. والله 20 الحرارة، أرفع 22، هاي 21، هاي 22، صيف صارت هيك، هاي 23 معي. أوكي أوكي يا شباب، to save time. ها yes. طيب الآن نروح على اللي هو إيه، هاي السلكاي، شايفين هاي هنا السلكاي، هاي مثلا سنترال سالكاس بين، ركزوا افتحوا عليه، هاي بين الفرونتال لوب، شايفين هاي الفرونتال لوب اللي باللون الزهري، والازرق الغامق هذا اللي هو البرايتال، بينهم في سالكاس، هاي شايفين هذا هذا هذا، بسموه ايش هذا؟ سنترال سالكاس. هنا في مفارقه تشريحيه الان، جماعه اطلعوا علي ايش هنا مكتوب؟ بري سنترال جايروس، هي التلافيفة العالية، هي أول تلافيفة قبل مين؟ قبل السنترال سالكاس، يعني آخر واحدة اللي ورا في مين؟ في الفرونتال لوب، آخر واحدة في الفرونتال لوب بمحاذاة مين؟ البرايتال. وهنا أول واحدة في البرايتال بمحاذاة الفرونتال، إيش بنسميها؟ بوست، لأنه بعد إحنا جاي من قدام لورا في الترتيب، سنترال جايرس بعد اللي هي الجايرس الأول من البرايتال اللي بعد الخدود المركزي أو السنترال سالكاس. سالكس. تمام، الان ليش المنطقتين هذول بيمثلوا لي يا جماعه؟ هذول المنطقتين بيمثلوا لي انه الفرونتال لوب معروف عنه دائما تشريحيا ووظيفيا انه هو بيحتوي على الموتور سنترز، الموتور سنترز المناطق الحركيه بتصدر الاوامر الحركه والموجوده في الفرونتال، والسنسوري سنسوري سنترز موجوده ورا، سواء في البرايتال او في التمبرال او في الاكسيبيتال. تمام، الان لانه الفرونتال هو في مناطق الحركه، ربنا خلق البري سنترال جايروس بمحاذاه البرايتال، والبوست سنترال جايروس اول جزئيه من البرايتال يختص هذا البوست سنترال جايروس، اول حاجه شايفينها اول تلفيفه تختص وظيفتها البرايمري سوماتو سنسوري اريا، المنطقه الحس جسديه الاوليه. ايش يعني؟ هي اللي بتستقبل قشره الدماغ، هنا تستقبل الاحساسات الجسديه جايه من وين؟ من جسمنا. واحد اخذني بدبوس هنا، واحد اخذني بهنا، واحد ضربني هنا،
كل السنسيشن هاي عبر الافرنت باثويز الاعصاب الصاعدة الحسية وين تطلع في النهاية تصل لهذه المنطقة للبوسنتال جارس اللي في البراتل لوب وبتفسرها وبتحللها بتقول اه والله هذه واخذ الدبوس في المكان الفلاني بدها تصدرها مرأة تودي الإشارة تروح لمين للمنطقة الحركية لها تتلقى منها عبر الانترنيورونز يكون الاسوشيشن اعصاب الربط بينهم الان تنقل الإشارة لأول منطقة في الفرنتال لوب هنا بمحاذاتها اللي هي البريسنتال جارس هذه المنطقة مسؤولة عن البرايمري موتور اريا المنطقة الحركية الرئيسية تاع الجسم اللي حتصدر من هان الأوامر للأعصاب اللي حتوصل للجسم إنه والله انقبض يا عضلة اتحرك يا كذا عشان إيش نبعد عن مصادر الخطر اللي صار أو السيميليشن اللي صار فهمنا هنا المنطقة الحسية الجسدية والمنطقة الحركية الرئيسية جنبها في البري وفي البوس ذا جارس تمام الآن الفرونتال لوب مثلا بيحتوي على إيش كمان نقطة مهمة لما نحكي على الأرياز الموتور أرياز الهانة تحت إصبع شايفين هان في الفرونتال لوب في المنطقة هاي ها تحتوي على الموتور سبيتش أريا موتور سبيتش أريا منطقة الكلام الحركية الكلام عبارة عن إيش حركة الإنسان بتحرك بالعنف بتحرك الحجر بتحرك كده عضلات تتحرك المنطقة الكلام الموتور سبيتش أريا بس منطقة الكلام الحركية موجودة هنا في الفرونتال لوب الليفت فرونتال لوب في الليفت فرونتال لوب عند 90% من الناس البشرية الليفت فرونتال لوب بيحتوي على الموتور سبيتش أريا على منطقة الكلام الحركية اللي بين قوسين بنسميها باسم العالم اللي اسمها بروكاس أريا بروكاس اسم العالم اللي يسمى هذه المنطقة اللي هي تشريحية اللي اسمها ايش موتور سبيتش أريا منطقة الكلام الحركية والموجودة عند معظم الناس في الليفت فرونتال لوب ها وعند 10% من الناس وين موجودة في الرايت فرونتال لوب ها طيب كيف سنتأكد من هذا الموضوع لو انت اليوم رحت اشتغلت في قسم الباطنة وكان عندك 10 حالات لحظة 10 حالات سي بي اي حافيش عن سي بي اي سيربرال فاسكولار اكسيدنت عنده جلطة دماغية وكانوا الناس هذولا الشلل النصفي تبعهم اللي عندهم موجود على اليمين يعني عنده رايت هيمي ايش هاتم ايش سنة تانية مصطلح هيمبليجيا مش عارفينه شلل نصفي شو الدعوة مالنا عنده رايت هيمبليجيا العشرة دول عندهم رايت هيمبليجيا سي في ايه جلطة دماغية يعني في احد نصفي كرة الدماغ عنده رايت هيمبليجيا معروف عندنا هنشوف هذا نقطة في الشابتر حاجة اسمها برين لاتراليزيشن استطراف الدماغ إنه النصف اليمين من الدماغ بتحكم في الجزء الشمال والجزء الشمال بتحكم في اللي هو الجزء اليمين من جسمنا مظبوط يعني اللي عنده شلل هيمبليجيا على الرايت سايد الخلل وين في الدماغ في الليفت هيمسفير واللي عنده ليفت هيمبليجيا الخلل في الرايت هيمسفير طب إذا كان عندي أنا 10 عندهم رايت هيمبليجيا معناته الجلطة وين والخلل في الليفت هيمسفير حلاقي 9 منهم ما بيحكوا أفزك ما بيحكوش ليش لأنه 90% من الناس أنا بمثل نسبة مئوية بعد 10 9 منهم هاي 90% منهم ما بيحكوش لأنه 9 هذول هم عندهم مركز الكلام الحركة البروكس وين على الليفت سايد واحد بيحكي بس إيش بتلعثم طبعا ما بيحكي بحكي سليم في البداية تلعثم يعني بس بيحكي يعني بيحكي كلام بس بفسر كلام كويس بس بيصدر كلام تكون منطقة وين طلع من ضمن 10% اللي حظهم وين على الرايت هيمسفير تمام ما تأثرش منطقة الكلام بشكل كامل وفهمنا ولو العكس كان عندي 10 ليفت هيمبليجيا يعني الخلل وين في الرايت هيمسفير حلاقي 9 بيحكوا بس بتلاحظهم وواحد ما بيحكيش اللي هو بتكون مشكلته على الليفت سايد واضح اندرستاند طيب فهمنا المناطق الحركية هاي بلاقي هنا يا جماعة في عندي طبعا حنحكي على الستارز مع بعض على السريع اللي هي ال اقرا اعطيني العنوان لا هذا موضوع ثاني ايش الان الجزئيه اللي بعد الكونفوليوشن ها نعم حكينا على اللايرز الجري والوايت ماتر الكورتكس والهاي
حكينا على الكونفوليوشنز وهذا، حكينا على ايش كمان اللي البيزا جانجليا. البيزا جانجليا حكيت عليها قبل شوي، الانويه القاعديه موجوده، انويه عصبيه موجوده في داخل الاجزاء مختلفه من البرين من السيربرام، وهذا قلنا بتعمل فلتره وسورتنج للاشارات الحركيه، وقلنا ضربنا مثال على احد اعمالها اللي هي ارجحت الساقين القدم الذراعين الارم سوينج اثناء المشي، مش كده؟ اللي بعديها النقطه اللي بعديها العناوين الفانكشنال ارياز. الان يا جماعه قشره الدماغ من ضمن الجزء من حكيته، قشره الدماغ اللي الكورتكس بنقسمها الى ايش؟ الى ثلاثه مناطق وظيفيه فانكشنالي، ثلاث مناطق وظيفيه. المنطقه الاولى، المنطقه اللي هي سنسور ارياز، المناطق الحسيه، المناطق في قشره الدماغ زي ما قلنا اول واحده عرفناها هي الحسيه الجسديه اللي هي موجوده وين هان؟ في البري في البوست سنتاجارس، تستقبل الاشارات الحسيه من جسمنا وبتوديها على البري سنتاجارس في الموتور تبع الفرونتال، وبتعطيك اشارات اللي هي اصدار الاوامر الحركيه، تمام؟ وايش في عندنا حساسات ثانيه في جسمنا في في في, في على خلقنا؟ الابصار، السمع، الشم، تذوق، مش كده؟ هذه حساسات كلها، هذه سنسوري ارياز. اذا في عندي في قشره الدماغ سنسوري ارياز، مناطق حسيه تختص بهذه الاحساسات، تمام؟ طيب زي مثلا في الاوكسيبيتال لوب هان، شايفين تحت اصبع، يمكن في يمكن في رسمه لها، لحظه في عندكم رسمه لها موضحه؟ بس الحين اشوف في رسمه عندي هنا انا عشان انا ايش اكون الحكي لهذا اللوبس، حكيناهم اللوبس. هذا سجتال سكشن في البرين، هاي اللوبس موضحة، وهي السيريبل لام والبرين ستيم، وهي الداينسيفالون. لما حنرجع لها ثاني يمكن هذا رسمها، هاي سبيشال اريا اوف ذا سيربلوم، هاي سوماتيك سنسوري ارياز موجوده في البنات اللوب، وهذا قلنا ريسيف امبلسز من البادي سنسوري ريسبتور ما عدا السبيشال سنسز. السبيشال سنسز احساسات خاصه في المنطقه الثانيه، وقلنا الحسيه الجسديه وين موجوده؟ في البرايت لوب، تمام؟ يس. مثلا السنسز السوماتيك اللي هي السنسور سنسز اللي هي السبيشال سنسز الاحساسات الخاصه زي مين؟ السمع فيجن، الابصار سوري فيجن، السمع الاوديتوري، التيست تذوق، الفاكشن الشم، تمام؟ اوكي. الان الاوكسيبيتال لوب بيحتوي على الفيجوال اريا منطقه الابصار، التمبرال لوب بيحتوي على الاوديتوري اريا منطقه السمع، الاوديتوري لوب بيحتوي على الجستاتوري اريا كمان منطقه التذوق والشم، تمام؟ طيب هذه السنسوري ارياز اول مناطق وظيفيه. المناطق الثانيه في السيريبرام اللي هي الموتور ارياز، موتور المناطق الحركيه حسيه وفي حركيه. البرايمري موتور اريا قلنا هذه موجوده في الفرونتال لوب تعطي للسكريتال مسل، شفناها في البليسنترا جايروس. والبروكس اريا تاعت مين قلنا؟ تاعت الكلام قبل شويه للموتور سبيتش اريا، تمام؟ طيب مفصل عندك في الجدول، مفصل بتفاصيل بسيطه، بس تفاصيل بسيطه بس، لا مكتوب مفصل عندك، لسه عندك في صفحه كمان والله. ماشي في الجدول، في الجدول مفصل ايش، وعندك افتح كمان صفحه حتى تلاقي الكتاب ايش هذا مكتوب. هاي مفصل لك، هاي الاوكسيبيتال لوب فيجوال كورتكس، البرايتال لوب برايمري سنسور كورتكس، الفرونتال لوب برايمري موتور كورتكس اللي هي البرايموتور اريا يعني، اوديتوري كورتكس والالفاكتوري والموجودين في التمبرال لوب، تمام؟ اوكي. هاي رسمه بتوضح الكلام هذا على كل جزء في جسمنا، وهي عندي هنا الجستاتور اريا تيست، الفيجوال اوديتوري والفاكتوري اريا. طيب سبيتش واللانجوج جنرال انتربريتيشن ماشي، هاي شايف الرسمه هاي
هاي هنا البرايمري سمت سنسور اريا والموتور اريا. اطلع على هنا على الاوكسيبيتال اللي شايفين هنا اللي هي الفيجوال اريا، هاي بنسمى الفيجوال كورتكس، قشة الابصار هاي شايفينها. هاي عندك هنا الاوديتور اريا تحت السمع، هاي ها شايفينها هاي باللون الازرق الغامق هاي. والفاكتور اريا منطقة الشم تحتيها مباشرة، هاي اللي هي هاي البروكس اريا، هاي ها شايفينها المنطقة هاي منطقة الكلام. اللانجوج كومبرهنشن اريا هيها، عشان كده الواحد لما فينا مرات والميموري هي هنا كمان اللي هي هنا لما بتكون بدك تفكر مرات تلقائيه راح بحط ايش، هي جايه لحالها كده بس هي يعني بتعبر يعني بفكر هنا. مش كده بحاول لما احطها بفكر المنطقه يعني هذه جايه لحالها يعني بالصدفه يعني. بس هنا يا جماعه قدام في الفرونتال لوب هنا في المنطقه هاي امام منطقه الكلام موجود عندي اللي هي اللانجوج كومبرهنشن اريا، منطقه اللغه والكلام ومنطقه اللغه والكومبرهنشن التفكير والميموري وكذا. اوكي هنا عندي مثلا هنا في البريموتور اريا بقول لك بتخز لحتى الان يعني في عليها جدل، تخزن الذاكره والشغلات عند الانسان يعني مش للحفظ بس هذا. اوكي هنا قصته الى منطقه التذوق شايفينها هيها في البرايتل في البرايتل هان لتحت فوق التمبر على طول وهكذا يعني اللي هي. اوكي طيب الان المناطق المنطقه الثالثه او الجزء الثالث من المناطق اللي هي الحسيه او الوظيفيه اللي هي ما يسمى بالاسوشيشن ارياز، اسوشيشن اريا مناطق الارتباط والربط والتكامل. الان يا جماعه ايش الاسوشيشن دورها؟ إذا كان السنسور ارياز هذا سهلة بتفسر الإحساس اللي جاي، والموتور تأخذ القرار تعطي رد فعل تمام، لكن الاسوشيشن اريا ايش بتعمل؟ بتفسر وبتحلل تفاصيل 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 دقائق الأمور الحسية اللي أجت لك تمام. ولكل منطقة تقريبا حسية لها منطقة اسوشيشن اريا منطقة ارتباطية. الاسوشيشن اريا دورها معقد اكثر، زي مثلا اعطيك مثال منطقه الابصار هيها هي بنسميها برايمري فيجوال كورتكس، منطقه الابصار الاوليه الرئيسيه. ايش يعني الاوليه؟ اللي تنعكس الاشعه على العين على العدسه على الشبكيه ذات العين على الريتنا، بتروح عبر اللي هي الاوبتيك نيرف عصب الابصار رقم 2 من اعصاب الدماغ، بتروح على الثالاموس، ومن ثم بتروح على الاعصاب اللي بتوصلوا لوين؟ للهان للفيجوال كورتكس تمام. بتقول لك والله هذه صوره عصب فلان، زلمه شكلها مره، شجره، حيوان، شيء معين، بيت، عماره، لكن ما اعطتك تفاصيل التفاصيل تحت الصوره صح. ما اعطتنيش والله فلان هذا اللي جاي شاب تقريبا عمره يمكن كذا، هو اسمه فلان لانه مخزن في ذاكرتي، لابس كذا، طوله كذا، تمييزه كذا. طب وين انا شايفه؟ شو بقول لك الواحد مرات بقول ما انا شايف اسمه هذا التحذير بدك تحزه والتحليل عبين ما تتذكر وشغال مع الميموري تاعتك ويربط الصوره بالميموري او يربط الصوت. بقول لك هذا الصوت انا سامعه، اسمع صوت تسجيل هاني بعد 10 سنين 20 سنه يسمع تسجيل انا في الصوت سامعه الصوت 100 كأني سامو قبل. والله ها ربط الصوت السنسيشن الإحساس سواء كان بصارة أو سمع أو تذوق. ولك طعم هذا أنا دايقه، بس فين أكلت الأكل هاي؟ قلت شم ريحة، إيش ريحة هذه؟ عطر فلاني نوعه، وين شميتها؟ مش تربط بالذاكرة بس تحلل وتفكر؟ معقد الشغلة هاي. أنت شميت ريحة سهلة ولا مش سهلة؟ شفت صورة سهلة ولا مش سهلة؟ سمع صوت سهل، لكن تفسره وتحلله وتحدده بالضبط تفاصيله وتربطه بالميموري بالذاكرة بالهيستوري هذا صعب. هذا دور مين؟ الاسوشيشن ارياز، ولكل منطقة حسية لها اسوشيشن. يعني في عندي هنا يرتبط مع البرايمري فيجوال كورتكس، في فوق من هاي في المنطقة هاي الاسوشيشن فيجوال اريا، عندي الاوديتوري كذلك، الشم كذا، اسمها واضح. هذه الاسوشيشن دورها معقد، عملها معقد اكثر من اللي هي البرايمري اريا اللي هي تستقبلك الاشاره بتفسرها انه في كذا، لكن بتفاصيل. مين بعطي التفاصيل؟ التفاصيل
ويوضح لنا الصورة أو الشغلة للأسجل يعني. فهمنا باختصار بس مش أكثر من كده. بدنا اللي بعده عطينا علامين عشان أشوف بدي أمشي ولا أفصل. خلصنا البرين السيليبرام هيك. خلص السيليبرام خلصنا. رجليه متر رويت متر حكيناهم. لحظة لا والله لحظة بس لحظة. في حاجة اسمها بين نصفي الكرة هان. نرجع للرسمة هاي عندكم موجودة بين الرايت والليفمسفير. في عندنا لسه قبل في عندنا الفايبرز. الفايبرز بدنا نوينها تنويه بس مش أكثر. قلت قبل شوية أنا الفايبرز هي الكوميونيكيشن لاين للوات متر. قلت لكم قبل شوية الوات متر خطوط توصيل. خط بوصل لمين؟ من خانيونس لرفح. وخط بوصل في داخل خانيونس من خانيونس للشرقية. ومن خانيونس لوين؟ يعني خط صلاح الدين. خلينا نمثلها على المواصلات عشان نستوعبها على السريع. خط صلاح الدين بيقصر قطاع غزة نصين، نص شرقي ونص يعني رايت ولف. خلينا نقول هيك رايت ولف. رايت هيمسفير ولفت هيمسفير تمام؟ الآن في عندي خطوط مواصلة بين المناطق اللي في الخط الغربي. يعني الجزء الغربي ايش فيها؟ الجزء الغربي من دير البلع، الجزء الغربي من منطقه البركه مثلا، الجزء الغربي من خان يونس، الجزء الغربي من رفح. المواصلات الخطوط التوصيل اللي بينهم هذه لها اسم. واللي بيوصل ما بين الخط منطقه ايش مثلا دير البلع الغربيه قطعنا صلاح الدين والخط ايش المنطقه الشرقيه من دير البلع عقبال بعض، بس واحده في اليمين واحده في الرايت هيمسفير واحده في الليفت هيمسفير عقبال بعض. يعني هذا كل فوليوشن هان تلفيف الهان قشر الدماغ الهان والقشر لها شرق دير البلح وغرب دير البلح. شرق خان يونس وغرب كلهم في منطقة مين؟ خان يونس. بس واحد شرق واحد غرب واحد رايت واحد ليفت تمام؟ يس. وفي ما بين المناطق تاعت النصف الكرة هاي لأجزاء اللي هي الدماغ الثانية زي الداينسيفالون والبرين ستيم. هذه الخطوط اللي هي موجودة عند كل البروجكشن فايبر والأسوشيشن فايبر والهذا الفايبر. اوكي مفصل عن كل واحده زي ما حكيت واحده من بين خط وخط بين كل فيوشن كونفولوشن وواحده بين اسوشيشن بين اللي هي الجزء المنطقه هاي اللي قابلها مباشره في المنطقه على الشمال وواحده اللي هي البروجكشن اللي طالعه من اجزاء السيربرم كلها على بعضها لاجزاء الدماغ الاخرى المختلفه. في عندي اللي بيوصل هذا بس كلمه لو سمعتوها شايفين هاي البيضه هاي العام زي هيك هذه من ضمن اللي هي اسوشيشن فايبر اللي بتربط الرايت مع الليفت هيمسفير اللي هي كوربس كالوزا بنسميها لو سمعتوها كوربس كالوزا اللي هي وايت متر خطوط تصل اللي هي وكانها بتلحمهم في بعض الرايت هيمسفير مع اللي هي الليفت هيمسفير. خلصنا من الفايبرز ولو عميان على اللي هي ايش خلص خلصنا هيك اللي هي الجزئيه هاي. لحظه بس الحين بطلعوا الحين لحظه بس الداين سيفالون يا جماعه الداين سيفالون هايو الداين سيفالون بسموه انتر برين يعني الدماغ في النص او المخ البيني قاعد فوق البرين ستيم فوق جذع الدماغ بين نصفي كرتي كره اللي هي السيريبرم زي ما حكيت بتكون من ثلاثه بارتس تلامس هايبوثالامس وايبيثالامس. باختصار سريع نخلص الداين سيفالون ونروح على البريك ان شاء الله. اوكي الحين بحب اختصر هاي الداين سيفالون شايفينه هاي الداين سيفالون هاي المنطقه هيك هيك من هان هذا الثلمص اللي زي البيضاوية عاملة وهي اللي بثلمص هاي المنطقة هاي شايفين هاي اللي بثلمص هاي شايفين هاي اللي بثلمص هاي المنطقة هاي الصغيرة هاي البيضة هاي وهي الغدة الصنوبرية البينا الجلاند هاي في اللي بثلمص تحت السهم والهايبو ثلمص هايو البلون الموف هذا الهايبو ثلمص اللي جاي متشبكة مع عامين البيتوتيري جلاند تحت منه مباشرة تصل معه وهي الاوبتكازما تقاطع عصبي الابصار وهي الميموري بادي مملي البادي مسؤول عن عملية الشم هذا مع اللي هو عصب الشم ما علينا. اوكي شفناه بالصورة ايش مكتوب عندكم هان
طبعا الثلمس في داخله موجود هو نصفين برضو، في داخله موجود ما يسمى بالثيرد فنتركل، البطين رقم ثلاثة للدماغ، احنا أربعة قلنا، البطين الثلاث موجود في داخل الثلمس. ايش وظيفته يا جماعة؟ مكتوبة عندكم باختصار، الثلمس وظيفته ريلي ستيشن فور سنسوري امبلسز باسنج ابورد تو ذا سنسوري كورتكس، يعني الاشارات اللي جاية من تحت من الجسم ونازلة من النخاع الشوكي وطالعة وين بتروح؟ بتعدي على الثلمس، والثلمس ايش بيعملها؟ بيعمل ريلي. ايش يعني ريلي؟ انعكاس، انبعاث، يعني بوزع. والله يا جاني انا المركز الان القياده، اجني مجموعه سيارات بوزع، بقول سيارتين هذول روحن على المنطقه الفلانيه، وهذول مكان هناك، وهذول خط سير هناك، فهمتوا؟ هذه وظيفه الثلمس بشكل رئيسي، تمام؟ يس. بتودي كل اشاره على منطقتها اللي المفروض تروح لها في الكورتكس تبع مين؟ عشان كذا ربنا خلقها، لانه الاشي جاي للدماغ من تحت ورايح لفوق، مش كذا؟ عبين ما يصل وين؟ مراكز التحكم الموجوده في القشره، الكورتكس، في الفرونتال لوب والاوكسيبيتال لوب هكذا. الان لما بتوصل الاشارات جايه من اسفل الجسم عبر اللي هي البرين ستيم ثم الى الثلمس وعبر الاعصاب الدماغيه اللي جايه من الجسم برضه، مش ضروري كل الامور عبر اللي هي البرين ستيم، تمام. المحطه الان التجميع والتوزيع اللي هي الثلمس، كل اشاره بتقولها انت وين رايحه، انت تروح على منطقه الابصار، تروح على منطقه السمع، تروح على المنطقه الحركيه، تروح على المنطقه الفلانيه، فهمتوا؟ بس باختصار هذا اللي هو دور الثلمس. ايوه ترانسفير البلسز تو ذا كوركت بارت اوف ذا كورتكس فور لوكاليزيشن اند انتربريتيشن، عشان توصلها موضوعها وتفسرها المنطقه هذيك براحتها. هذا تمام. الهايبوثلمس، هايبوثلمس طبعا من المناطق المهمه في جسمنا. ليش؟ امبورتنت للاوتونوميك نيرفس سيستم سنتر، هو اوتونوميك نيرفس سيستم، تمام، يتبع الجهاز اللا ارادي بشكل رهيب. كويس. الهايبوثلمس يا جماعه بيقوم بحوالي 6 وظائف رئيسيه. اول حاجه بنظم درجه الحراره. 2 احفظوهم هذول الوظائف تاعته، احفظوهم حاسالكم فيهم في الامتحان. 2 كنترول ووتر بالانس، تنظيم ميزان الميه. ليش؟ توازن المياه، لانه هو بريجوليت كنترول الثيرست سنتر، مركز العطش. وين موجود؟ في الهايبو ثلمس، اللي بخليك تعطش مين؟ لما بناكل مالح كثير او بنكون عرقانين كثير او بنكون صايمين، يشعرك بالعطش مركز العطش اللي هو عباره عن اوزموريسبتورز، مستقبلات اوزموزيه تتحكم تستشعر يعني ارتفاع الاملاح ونقص السوائل، موجوده وين؟ في حاجه بنسميها ثيرست سنتر، موجوده في الهايبو ثلمس. وفي الهانجر سنتر اللي هي الجوع، بخليك تشعر بالجوع والشبع مين؟ الهايبو ثلمس، تمام؟ هاي 2. 3 ريجوليت ميتابوليزم، كل ميتابوليزم تاع الجسم بيعطيه اشارات. 4 بنظم الاوتونوميك نيرفس سيستم، هو اللي بنظم مين؟ السمباثيتك والبارا سمباثيتك، تمام. كمان شغله ثانيه، الامبورتنت بارت اوف ذا ليمبيك سيستم، في حاجه اسمها ممكن تاخذوها في السايكولوجي اللي بعالجش عليها انا كثير، الليمبيك سيستم. هذا السيستم تبع الايموشنز، جهاز العواطف والمشاعر، والهايبوثالامس هو جزء من ايش؟ الليمبيك سيستم، يعتبر جزء من الليمبيك سيستم، جزء رئيسي لا يتجزا في انه بيتحكم وبنظم مشاعر الجسم، عواطفه، تحب ما تحبش، تكره، ايموشنز اوكي العاطفه ولا، تمام. كمان لانه متصله فيه قلنا مين؟ البيتيوتري جلاند تحت منه، هو بنظم عمل البيتيوتري جلاند. اذا فاكرين في الاندوكراين سيستم جدول خاص بالهايبوثالاميك هرمون، قلنا بيطلع حاجه اسمها ريليزنج هرمونز، ريليزنج هرمونز، الهرمونات المنظمه والمحكمه لمين؟ لا الهرمونات تاعت الدرقيه النخاميه، البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند تفرز تحت امر من هرمونات جايه من مين؟ من الهايبوثالامس، اللي تسميها ريليزنج هرمونز او ريليزنج فاكتورز، تمام. كمان هو بيفرز هرمونين رئيسيين في جسمنا، الاي دي اتش. ايش الاي دي اتش يا شباب؟ ايش الاي دي اتش؟ ما ننساش، بدنا نبدا نحفظ سنه ثانيه، احنا بناخذ ادلت اليوم، عيب الاستاذ يوسف خليفه يقول لك ايش يعني دي اتش، يقول لك ايش يعني مثلا جروث فاكتور، جروث هرمون، تقول لي مش عارف. الانتي دايرتيك هرمون، الهرمون مضاد الاضرار اللي بخليك يحتبس البول لما بكون صايمين في الحر الشديد، ما كلينيش مالح، ارتفعت نسبه الاملاح، بدنا نوازن السوائل، فجسمنا وكليتنا بتحتفظ بالسوائل ما بتطلعهاش تحت امر من مين؟ من الانتي دايرتيك هرمون اللي صنعه
في الهايبوثالامس وخزن وين؟ في البوستيري البيتيوتري جلاند اللي هو المسمين نيورو هايبوفيسس، الجزء العصبي الخلفي من الغده النخاميه، لما بيحتاج الجسم بيطلع من هناك. لكن تصنيعه وين؟ المصنع تبعه في الهايبو، وكذلك هرمون الثاني تبع البوستيري البيتيوتري اللي بتخزن في الغده النخاميه الخلفيه الاوكسيتوسين، هرمون مين؟ الولاده، اللي بيطلع للست عشان تشعر الام بالمخاض بالطلق تبع الولاده يعني. اوكي، يصنعوا في الهايبوثالامس، يخزنوا في البيتيوتري جلاند في البوستيري بات تبعها، وبيطلعوا ساعه الولاده، وبيطلع هذاك ساعه الصوم والحر الشديد وغيره عشان يحافظ على السوائل. فهمنا هذا مين شغل ال... وبنظم ال 24 اور سايكل، البيولوجيكال سايكل، دوره حياتك اليوميه البيولوجيه تاعتك، تنام وتصحى وتقوم وتقعد وتحب وتنبسط وتجري وتلعب، دوره حياتك اليوميه اللي بنظمها كله حسب مكانه الهايبوثالامس. هذه بشكل عام وظائف الهايبوثالامس، يا ريت نحفظهم عشان نحس عارفين انهم مهمين كويس. اخر حاجه الهايبوثالامس عشان ناخذ بريك، الهايبوثالامس بيحتوي على اهم جزء فيه اللي هي البينيال جلاند، الغده الصنوبريه اللي اخذناها برضو في الـ في الـ في الاندوكراين سيستم. الغده الصنوبريه عباره عن غده صماء، وظيفتها يا جماعه ايش الغده الصنوبريه؟ اللي هي قلنا بتفرز هرمون اسمه الميلاتونين، الميلاتونين الهرمون هذا الميلاتونين هو اللي بخليك يعني بنظم دورة النوم بتاعت الإنسان، دورة النوم تخليك تنام وتصحى، اللي هي 24 hour wake sleep cycle، النوم واليقظة. لأنه هذا الهرمون بيطلع وقتيش بتنشط الغدة في العتمة في الليل، وجعلنا الليلة وجعلنا النهار معاشا. الله خلق النهار للشغل والنشاط الاستيقاظ مش للنوم، أظل نايم سهران طول الليل ونايم لبعد لبعد العصر. ايش الحياه لهالجيل الجديد هذا؟ نايمين لي طول النهار وصحيين لي طول الليل، قلبوا الحياه اللي بلجيتها الانسان. عشان كده تلاقي لا انتم مركزين ولا انتم مجمعين ولا انتم فاهمين حاجه. جيل بالصلاه على النبي، لانه البيولوجي تبعه اختل. الله خلق النوم قال وجعلنا الليل لباسا، ينام ويرتاح ويخرج للراحه البلاد، وفي النهار يكون يشتغل ويلعب ويتنشط. اوكي، فالهرمون هذا بينشف في العتمة، عشان كده الواحد فينا في الليل بينام بالعكس تحت تأثير الهرمون هذا بيفرز بشكل عالي. وفي نفس الوقت لما أنا بدأ جاي لي ساعة زمان في النهار بدأ أنام، إيش بروح بعمل؟ بروح بسكر الغرفة بعتب بعمل الليل. عشان إيه؟ عشان يطلع الهرمون يعلى عشان يشعرني بالنعاس. وهذا الهرمون كمان بسموه يعني من ضمن الهرمونات السعادة اللي بتزود ال 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 اللي هي الناحية البيولوجية الجنسية عند الإنسان. عشان كده ربنا خلقه في الليل لسعادة الإنسان وحياته الزوجية الخاصة. أوكي، هذا اللي هي البينال جلاند. وهذا بنرجع بعد الفاصل عشان نكمل باقي أجزاء الدماغ وندخل على النخاع الشوكي. بدي أحاول اليوم أخلص أنا المادة النيرفس سيستم والباثو، مش مشكلة الباثو مسجل، الباثو مسجل لها. هذا ببعث لكم التسجيل وماذا بنقدر نلحقها براحتنا عشان اخلص من الاناتومي المتاخر وفيروس باراتوني حبعث لكم اياه. وبالتالي ايه بتاخنا هيك سبقنا في الماده والحمد لله يعني ماشينا كويس من اول اسبوع. تمام، عشان اخفف الضغط على الماده بعدين اصير اشتغل في الماده ايش ابراتي لان الماده كبيره. اوكي يلا يعطيكم العافيه. قديش بدنا ناخذ منك انا بس خلينا وقف. البرين ستيم زي ما حكينا البرين ستيم يا جماعه هو ذا لاست بارت اوف ذا برين، اخر جزئيه في الدماغ. اتاشز تو ذا سباينال كورد، بتصل مع السباينال كورد. له ثلاث اجزاء، الميد برين المخ الوسطي بسموه البونز والمدلب لونجاتا زي ما حكيت في بدايه المحاضره. هاي البرين ستيم زي ما شفنا، هاي البرين ستيم باللون الاخضر هذا، هاي الميد برين، هذا منطقه الميد برين هاي شايفينها هاي. وبعدين هاي البونز اللي زي البويس العامله بسموه جسر الفالورا او البويس الصيانيه، والمظلة بلونجات آخر جزء. بعد كده الأصفر هذا سباينال كورد عند مستوى الفورم المجنم تحت أوكسيبيتال البون، وهي السيربيلم هذا الجزء السفلي السيربيلم. تمام، نروح على البونز سبول من الدبرين. البونز انتيرور بلجن للامام زي ما شفنا تبرز للامام، بتكون من فايبرز
خيوط عصبية قنوات، في نيوكلياي في نيوكلياي نويات عصبية يعني فيها مراكز تحكم، تمام، كنترول اوف بريثينج. اهم النويات هاي النوكلياي في مركزين حسميهم الان مهمين لانه ذكرينهم في شابتر ريسبيراتوري في الكنترول اوف بريثينج، بتحكموا في التنفس، تمام، مع المراكز الموجودة وين المركز الرئيسي اللي موجود في المظلة بلونجاتا، تمام. المركزين تبعون البونز بسموا مركز اسمه ابنيوستيك سنتر، ابنيوستيك سنتر، ومركز بنسميه نيموتاكسيك سنتر، موجودين عندكم هم. الابنيوستيك سنتر هذا جاي اعلى المدلري اريا تحت التنفس في المدله، اعلى منها على طول، بيعطي اوامر، هو المسؤول عن الريثم اوف بريثينج، نمطيه التنفس، مش بدء التنفس. بدء التنفس الفيرست جينيريشن للامبلسز بيطلع من وين؟ من المدله، وبلوكات اللي في المنطقه بنسميها مدلري ريثمستي اريا زي ما حشوفه في المدله، هي اللي بتعطي الشحنات الاساسيه او الاشارات العصبيه الرئيسيه اللي بتطلع وين؟ على الديافرام، عشان قلنا المرض الديافرام ينقبض ويرتخي في الشهيق والزفير، تمام. الان الابنيوستيك سنتر هذا اتواصل مع منطقه الشهيق اللي موجوده، لانه منطقه التنفس الرئيسيه اللي في المدله بتنقسم منطقتين، الخلفيه الدورسال جروب بنسميها جانجليون جروب اللي هي للشهيق، والانتيرور او الفنترال للزفير. الان الابنيوستيك سنتر بيصدر اوامر، بيغير نمطيه التنفس، تتنفس تكبني او بردبني وهكذا، شالو رابيد بريثينج. نمطيه التنفس هو يا اما تنفس سريع او بطيء، تكبني او بردبني، او شالو او ديب بريثينج، مش كده؟ اللي بيتحكم في النمطيه في الريثم اوف بريثينج مين؟ الابنيوستيك سنتر، اتواصل مع من؟ الانسبيراتوري سنتر، مركز الشهيق في المدله بلونجها، تمام، فهمنا. الان النيموتاكسيك سنتر، النيموتاكسيك سنتر، نيمو هو تاكسيك يعني تثبيط، اللي هو هذا مثبط، مثبط لمين؟ مثبط للابنيوستيك، والمتصل معاه اللي هو مين؟ اللي هو المدلري ريثمست اريا، منطقه اللي هي الشهيق والاسبيراتوري اريا الموجوده في المدله بلونجاتا. ليش بيثبطهم؟ كل واحد ياخذ نفس ديب بريث، عقد ما تقدر في الاخر ايش حتوقف، ايش اللي خلاك توقف تعمل الابنية هاي الصلاة الابنية وتكمل دورة التنفس الجديدة، ما تضلش نفسك تفارقه على طول؟ النيموتاكسيك سنتر بيعمل انهيبشن، هو انهيبيتوري سنتر، انهيبيتوري سنتر، انهيبشن للابنيوستيك ولا المدلري اريا تحت المدلة. ليش؟ عشان يمنع الاوفر انفليشن اوف لانجز، عشان ما يصيرش عندك زيادة انتفاخ وتهوية لمين للرئة، وتنبعض عندك الرئة، تنبعض الحويصلات، صار عندك خلل، لو صار عندي اوفر انفليشن للانجز عندي خلل فيسيولوجي فيها، وبالتالي ربنا خلق الميكانيزم هذا من النيموتاكسيك سنتر عشان ينهبتس اللي هي الاوفر انفليشن اوف ذا لانج، بانه بيثبط ستيميليشنز تحت التو سنترز هذول على اللانجز، واضح؟ بس المدلة بلونجاتا عباره عن تراك فيشي، مراكز التحكم هو على القنوات، يعني يوصل من البريستم للبرين ومن البرين للبريستم، خلص ركز على المركز الحيوي المهم عشان يشغل، خلص وين المد. المدار بلوكات هذا لور بارت اوف ذا برين، اخر 3 سم تقريبا منه، ميد اوف سبان كورد، يعني خلاص بصير بمسك مع السبان كورد، بصير ميكس بينهم ميرجينج. انكلودز امبورتنت فايبر تراكت، بيحتوي على قنوات عصبيه مهمه، طبعا كونتينز امبورتنت كنترول سنترز، بيحتوي على مراكز عصبيه مهمه جدا، زي ما حكينا في بدايه المحاضره، حكيت لو كل الدماغ اصيب مش حيموت البني ادم غالبا، لكن لو المدلب لونجاتا 3 سم اصيبت بيموت البني ادم، عندي اللي هو ريسبيراتوري برين ديث. ليش؟ لانه تحتوي على اهم مركزين، مركز التنفس اللي المدلري ريثمست اريا بنسميها، اللي بتبدا ايش؟ البيزك ريثم اوف بريث، عشان كده يسموها مدلري نسبه للمدله، ريثمست نسبه لانه هي بتعمل جينيريشن للبيزك ريثم اوف بريثنج، اول نقطات انطلاق اللي هي التنفس، الشحنات العصبيه بتاعته، لكن قلنا ابنيوستيك بنظم، لكن انطلاق الشحنات يعني البوجيه تحت السياره، دق السلف للتنفس من وين؟ من المدلله الريثمست اريا اللي بتحتوي على منطقتين، الانسبيراتوري اريا الدورسال جروب والفنترال جروب اللي هي الاكسبيراتوري اريا بتاعت الزفير، واضح؟ يس. بتحتوي على اللي هي هارت اند كنترول، ريد كنترول،
سنتر اللي هو بسمي كارديو باسكولار سنتر. لما ندخل كارديو باسكولار سيستم حنحكي عن الكارديو باسكولار سنتر اللي موجود فوق والموجود التواصل مع الكارديو كومبلكسس الشبكه العصبيه اللي هي موجوده على البيز اوف ذا هارت عشان الاعصاب الجايه من الدماغ من المظله تستقر هنا عشان تنظم عمل القلب تسريع او بطيء سمباتيك وبارا سمباتيك. البلد بريشر ريجوليشن تنظم البلد بريشر عبر العصب رقم 9 من اعصاب الدماغ. لما نعدد كمان شوي الكرينال نيرفز حنشوف اللي هي الجدول هذا نطلع حافظينه اليوم ان شاء الله تعالى كرينال نيرفز العصب رقم 9 المسمى جلوسو فارينجيال نيرف جلوسو لسان فارينجيا من فارنكس من الام اللسان اللي بالعومي رقم 9 في ترتيب اعصاب الدماغ جاي من فوق لتحت من قدام الاوراق ترتيبهم 9 10 12 هم رقم 9 هذا وين بروح على المظله بلونجات بيطلع من المظله بلونجات طبعا حقول لكم منين الموزعين مين بيطلع من البوز مين بيطلع من الثلاماس مين بيطلع من البوز مين بيطلع من المظله ومين بيطلع من اللي هي الميدبرين تمام بيطلع من هنا كلهم التاسع بيطلع من المظله بلونجاتا الاعصاب الفايبر ساعته وين رايحه تطلع على حاجه بنسميها كاروتيد بادز وكارديك بادز وكارديك اللي هي بلكسس تمام. في شبكه عصبيه موجوده على جدار الشريان الاورطه اورتك بادي وكاروتيد بلكسس او بادي اللي هي على الشريان الكاروتيد ارتري السباتي اللي في العنقان مجموعه الخلايا العصبيه هاي اي تغير في البلد برشا لان اول شريانين بيطلع من وين من القلب الشريان الاورطه وبعديه بيطلع اللي هو الكومون كاروتيد ارتري فمن هنا الضغط بيكون اعلى شيء وبالتالي اي تشينج في البلد برشر المنطقتين العصبيتين هذول على جداري الشريانين كويس اللي هو بنسميه اورتيك ساينس كاروتيد ساينس اورتيك بادي تستشعر تغير في التشينج في البلد برشر عبر العصب التاسع لوسفرنجال بروح على المظله البلوكاتا بتستشعر المراكز الحسيه فيه التغير هذا عشان كده بتبدا ايش تنظم ضغط الدم تطلعه وتنزله بالذات لو عيلي تنزله او نزل الطلع عبر الفاز كونستكشن فاز دلاتيشن. اثنين بتستشعر اي تشينج في البلد كيمستري كيمياء الدم اللي هو التغير في ثاني اكسيد كربون اكسجين اللي هي العصب هذا وبالتالي بياثر على البلد برشا وتروح ان شاء الله بضرب الوقت اوكي. وبحكاو على اللي هي البريثنج سنتر بيحتوي على مراكز خاصه بالسوالونج تحكم بعمليه البلع. في الفوميتنج سنتر مركز القيء اللي يسمى ما بيستفرغش من الفراغ بسبب لانه في عند ستار ستيميليشن اوفر ستيميليشن للفوميتنج سنتر موجود في المظله البلونجات عشان كده بصير الانسان يستفرغ بشكل كبير تمام. هاي اللي هي وبالاضافه انه بيحتوي على مراكز ثانيه زي الهيكابينج والكف والزقطه الهيكاب والكف والسنيزنج السعال كلها برضو في مراكز موجوده عندكم موجوده في المظله البلونجات اوكي ريفلكسز هاي تمام. في حاجه اسمها ريتيكولار فورمي مش عارف انا متطرق لها عندكم او لا مش موجوده خلاص. هذا عباره عن شبكه من الاعصاب بين اجزاء الدماغ المختلفه متناثره تتبع هي تتبع يعني وظيفيا البرين ستيم يعني ما علينا بتنظم اللي هي الكونشس كنترول والكويكس سايكل وهكذا اوكي مش مشكله. دمج لها بصير فيها بيرمننت كوما بصير الانسان لو صار فيها ده بصير فيه غيبوبه الانسان على طول بخش غيبوبه اوكي. هاي شايفينها الاعصاب اللي طالعه هاي الطرق هاي بتكون اللي هي اوكي مش كثير مهم. خلينا نروح على ايش الان السيربيلم المخيخ. السيربيلم عباره عن تو هيمسفيرز نصفين كل بس صغار موجود تحت اللي هي البوستيرور بارت اوف ذا سيربيلم تحت الاوكسيبيتال لوب تمام. بنعرف الفانكشن بتاعته خلاص. الفانكشن بتاعت السيربيلم يا جماعه ايش وظيفته؟ انا حصل على الفانكشنز معظم الشغلات للاسف في الامتحان. البروفايد انفولنتري كوردينيشن اوف بادي موفمنت هو اللي بنظم البادي موفمنت هو اللي بنظم السكيلتال ماسل عشان كده الموفمنت والبالانس والاكوليبريم يعني هو المسؤول عن شغل العضلات بنظم المنظم النهائي اللي بيصدر الاوامر النهائيه لشغل وتنظيم عمل عضلاتنا اللي هو السيربيلم الموفمنت والبالانس والاكوليبريم والتوازن والاتزان اثناء المشي اثناء الوقوف اثناء يعني ليش انت والله غير المسلتون اللي قلنا عليه مره هو بيصدر كمان اوامر للمسلتون انه يصير في مسلتون عندي تمام. ليش الانسان متوازن في وضعته في مشيته في كذا عشان كده الناس التوازن اثناء المشي والوضعيه تحت الجسم عشان كده الناس اللي عندهم خلل في السيربيلم بتكون مشيته غير متوازنه بس عنده الجات وعنده اللي هي الشغلات كثيره بصير خلل
الفيرتايج والدوخان وعدم الاتزان اثناء المشي والوقوف وغيره بسبب عدم اللي هو تناغم وتناسق شغل العضلات اللي بيجي من خلال خلل في السيريبلم. واضح؟ يعني هو مسؤول عن العضلات، حركه العضلات، الحركه المشي الموفمنت والبالانس والاكوليبريم. اوكي، بس باختصار تمام. وهي السيريبلم اللي هيها هاي الجري ماتر الكورتكس تبعه، والوات ماتر عامل زي ورقه التوت اربور فيتا بسموها، تفرعات هاي الوات ماتر شبيه. يعني بديش اخذ على تفاصيل كثير. نحكي على البروتكشن والكفرنج للبرين والسبانال كورد. نبدا بالبرين طبعا. طبعا البروتكشن للبرين بيجي من خلال يعني السكال، فروه الراس، ثم السكن والسكال العظم الجمجمه، والفيرتبرا كولوم الفقرات عشان النخاع الشوكي. تمام. السيربرو سبانال فلويد السائل الشوكي بيعمل حمايه للدماغ، حندخل على تفاصيله. وفي عنده حاجه اسمها بلاد برين بارير الحجاب او الحاجز الدماغي الدموي، وهذا بتشكل من جدار الخلايا جدار الشعيرات الدمويه اللي بتغذي خلايا الدماغ، مترصه بطريقه معينه ما بدي ادخل على التفاصيل. مترصه عشان اقول لك ايش يعني بلاد برين بارير، هذه حاجه مهمه. في حاجه اسمها سيريبرو سباينال برين بارير بلاد بارير اللي هي فلويد، اللي هو البارير اذا فاكرين الصوره قلت الابندمال سيلز، خلايا اللي هي الجلايال سيلز اللي قلنا هي طلائيه موجوده في داخل بطيرات الدماغ، من خلالها بتفلتر مين السيربوس مون فلوت، مش كده؟ هذه الخلايا مترصه بطريقه معينه عشان تمنع دخول مواد ضاره من الدم، اللي الدم بيحمل مواد كثيره سامه وغير سامه مثلا، عشان ما تعديش على السائل الشوكي وتضر بالدماغ. هذا بسموه بلاد سيربوس مون فلوت بلاد بارير، لان البلاد برين بارير الحاجب او الحاجز او الحجاب او هذا ما بين الدم وبين الدماغ. الان الخلايا الشعيرات الدمويه اللي بتغذي خلايا الدماغ، خلاياها متناسقة بطريقة معينة تشريحيا يعني منظمة بشكل كبير عشان تمنع دخول مواد وتعدي دخول مواد. الآن للمصادفة أو للحديث هنا، مين المواد مقسمة نوعين عندنا بالنسبة للذوبان تبعها عشان تقدر تعدي، يا إما فات سوليبل يا إما ووتر سوليبل. الآن الووتر سوليبل سبستانسز ما بتعديش تمنعها، الفات سوليبل سبستانسز بتعدي. لسوء الحظ انه كثير من المواد الضاره والمخدرات والهارمفول سبستانس هي عباره عن فات سيلبل بتعدي خلايا الدماغ، عشان كده الواحد اللي بتعاطوا كفات سيلبل سبستانس بتعدي على الدماغ بيفقد الانسان وعيه وتركيزه والى اخره والوظائف العقليه. تمام. بعض المواد الثانيه الضاره في الجسم بتطلع زي حالات زي الكرنكتراس لما بيعلى البيليروبين، البيليروبين هو الماده الصفراء موجودة في العصارة الصفراوية اللي هي بتطلع نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء، تمام، من الهيموجلوبين. حنحكي لما نحكي على البلاد بشكل تفصيلي. البيليروبين بيكون فات سوليبل اول ما بيكون اول ما بيطلع من تكسير كرات الدم الحمراء قبل ما يروح على الكبد، بيكون فات سوليبل. لو علف الدم قبل ما يروح على الكبد بصير عندي ايش؟ بصير عندي حاجة اسمها كرنكترز. كرنكترز عبارة عن ترسب لا البيليروبين في خلايا الدماغ، لأنه فات سوليبل بيعدي على الدماغ على الخلايا، وبالتالي بيعمل مصائب في الدماغ، تسمم للدماغ، ممكن يعمل وفاة. كويس. الآن هذا بدأت بنشوف الأطفال الرضع اللي الحديثي الولادة اللي بيكون عندهم الصفار للمواليد بسبب تكسير خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين بتغير، بصير من هيموجلوبين جنيني إلى هيموجلوبين العادي. لما عدى على الكبد، في الكبد في حاجة اسمها جلوكونيك ترانسفيرز إنزيم، هذا الإنزيم بحول بيعمل تميؤ للمادة المذابة في الدهون البيليروبين، بحوله من فات سوليبل ووتر سوليبل، بتصير ماده يعني غير سامه وبطلع مع العصارة الصفراويه ومع البراز. تمام. في عندي زي اللي هي الهيباتيك كوما، زي حالات الغيبوبه الكبديه لما بيعلى عندي برضه البيليروبين بيعلى، وظائف الكبد بتختل مشاكل معها تاخذوها في الادلت الهيباتيك كوما شغلات كلها، فبصير عندي برضه يعني هذا. كمان الناس اللي عندهم الفشل الكلوي بتكون عندي وظائف الكليه عاليه خالص زي اليوريا، بتعلى بشكل كبير البولينه بتترسب في الدماغ، بتعمل يوريما، بتعمل مشاكل وغيبه بعد الانسان كل مفاه، هذا كلها لان فات سوليبل. اوكي. يس. فهذا هو البلاد برين بارير. بعض انواع الانتي بايوتكس، الانتي بايوتكس معظمها ووتر سوليبل، بعض منها فات سوليبل، عشان كده ما بنفعش اعطي في حالات المينينجايتس، ايش المينينجايتس؟ حمى الشوكيه والانسفالاس، ما بنفعش اعطي اي انتي بايوتك، لازم اعطي انتي بايوتك اللي يعدي على البلاد برين
بارير ويخترق خلايا الدماغ ويعدي على خلايا الدماغ واللي هو يعالجها. تمام يس. والمنينجيز طبعا هي من ضمن الكفرنج. هاي الصوره هاي بتبين لنا وعندكم موجوده الصوره هذه باكثر طريقه. هاي عندي السكال فروه الراس، هاي عندي البون العظيم، هاي عندي اللي هي الطبقات الثلاث، المنينجيز، اليورومتر الام الجافيه اللي تحت العظم مباشره، والاركنود العنكبوتيه شايفين اللي فيها الزوائد هاي زي زوائد العنكبوت، الاركنود متر اللي في النص، والبايومتر باللون الازرق هاي اللي هي ملاصقه لتلافيف الدماغ الكونفوليوشنز. تمام الام الحنون بسموها. الان نحكي على المنينجيز. الديورامتر اول واحده، الديورامتر عباره عن دبل لاير طبقتين يعني ثاني حاله بشكل ثنائي موجود عندكم. كفرز البرين جاي تحت البيروستم بالضبط تبع العظم الجمجمه ملاصقه للعظم. تمام بتغطي السطح الخارجي للدماغ وبتنزل من الدماغ على السباينال كورد عشان تلف على السباينال كورد. يعني نفس المنينجيز يا جماعه، نفس المنينجيز اللي الاغشه السحائيه لقيتوها اللي بتغلي في الدماغ بتنزل على السباينال كورد في قناه الفقرات في الفيرتيبرا كانال وبتلف حوالين السباينال كورد. ثلاث طبقات تحت المنينجيز. تمام في الدماغ بنسميهم كرينال منينجيز، في السباينال كورد بنسميهم سباينال منينجيز. تمام طبعا الاركنود الطبقه في النص وبلايك فيها زي زوائد العنكبوت، والفراغ تحتيها كبير بسميه سب اركنود سبيس، والسبيس هذا بدور فيه السائل الشوكي، بدور فيه السائل الشوكي بعد ما يطلع من بطينات الدماغ بلف حوالين الدماغ والنخاع الشوكي اللي هو في السب اركنود سبيس. البيومتر ملاصقه تماما للدماغ، هي الداخليه عشان كده بسموها الام الحنون. وهي البلاد فيزلز اللي بتغذي سطح الدماغ، قشره الدماغ موجوده في داخل هذا الطبق عشان كده بسموها الام الحنون، هي بتغذي وبتحضن اللي هي نسيج الدماغ. اللي هي البيومتر. اوكي زي ما قلت الصب اركنود سبيس اللي الفراغ تحت العنكبوتي تحت الاركنود بلف فيه السيروم سبانال فلويد. الان في هنا لو لاحظنا هنا مكتوب عندكم فقره اللي هي الاكستنشن تاعت الديورامتر، اكستنشن للديورامتر. الاكستنشنز هاي هي جاي قلت لكم دبل لاير. تلاقي الديورا ماشيه هيك نزلت هيك وطلعت هيك وهكذا، بتعمل فيها 3 اكستنشنز بتميز اجزاء الدماغ عن بعض اللي هي في اكستنشن جايه في النص بين التو هيمسفيرز رايت في السيرفر هيمسفيرز، تنزل هيك تطلع هيك. تمام هذا ايش بسموها؟ بسموها فالكس سيريبري، فالكس سيريبري. لو انت شلت الجمجمه عظم الجمجمه فتحته على البرين حتلاقي المنينجيز قدامك صح؟ قبل الدماغ. الان كيف بدك تميز الرايت والليفت هيمسفير عن بعض، نصفين الكره عن بعض؟ موجود في اللونجيتودينال فشر اللي هو الشرخ الطولي الموجود بين نصفين الكره، بينزل فيه الديوره هيك وبتطلع هيك، فبقول والله هاي ايش؟ هاي الجدول الفشر، وهي اللي هي القطعة من الديورة مثلا اللي بتنزل فيه وبتعدي، هذه اللي اسمها فالكس سيريبلي اللي قاسمة الدماغ إلى قسمين تحت السيريبلم. والآن في فالكس سيريبلي بتنزل على وين؟ على السيريبلم. السيريبلم قلنا برضه نصفي كرة مظبوط؟ بس أصغر من السيريبلم، برضه في النص بينهم تنتهي الديورة تدخل مع الفشر في النص وبتطلع هذه فالكس سيريبلي. في حاجة اسمها تنتوريوم سيريبيلم، تنتوريوم سيريبيلم، وهذه جاية بين من ومين؟ السيريبيلم والسيريبيلم. هاي السيريبيلم من فوق والسيريبيلم من تحت في الترانسفيرس فيشر اللي بينهم أو اللوكس، هذا بتعدي هيك جاي من فوق وتعدي لو جوا بتطلع برا بتنزل على السيريبيلم. بس هذا يعني للعلم اللي هي الاكستنشنز تاعت السيريبيلم. في شغلة ثانية مهمة للديورامتر بتعملها، طلعها أنا على الشكل قدامنا هم. شايف كبرها شوي بس. بتعمل في ثنايات منها يا جماعه، في ثنايات منها هاي شايفين هاي الديوره هاي العظم وهي الديوره البلون البني هاي. تمام شايفين كيف نزلت الان هنا في بعض المناطق شايفين ها شايف السوت هان شوف الازرق اللون الازرق هذا موجود في داخل القناه هاي شايفين القناه هاي ها
هذا عاملة قنوات، يعني كيف لو أنا أشبهها لك بالضبط صعوبة على السريع عشان بديش أطول في الموضوع. هذه ديورة تمام، هل نزلت في الجديدة الفشا نزلت هيك، هي هيك نزلت وهيك طلعت. الصرهان قناة، قناة هاي ممر عبارة عن بلاد فيسلز بمثابة فينز للبريد. الدماغ غالبية الدم الوريدي فيه ما بعديش في أوردة رئيسية، أوردة زي تبعت أوردة الجسم، بعدي في قنيات أو قنوات وريدية شكلتها مين؟ ثنايات من مين؟ من الديورة مطر. وهذه الثنايات القنيات اللي شايفينها هيك هيك هي فيها الدم، هي في الأزرق تسمى ديورال، نسبة للديورة فينس ساينسز، ديورال فينس ساينس، بتشكل لي قنوات منها ممرات للدم الوريدي اللي بدي يرجع من الدماغ على الدورة الدموية بمثابة أوردة الدماغ. إذا أوردة الدماغ بمثابة أوردة الدماغ إيش بسميها؟ ديورال فينس ساينسز، جاية بتشكيل من الديورة متى، فهمنا؟ لأن الساينسز هاي بديش أعددها اللي هي السجيتال ساينس ماشي مع السجيتال سيكشن هام، ماشي كورونا، في عندي ترانسفيرس، في عندي هوريزونتال، وعندي بوستيريور إلى آخره، كلهم الدم الوريدي عائد من خلايا الدماغ بتجمع فيهم، وهم كلهم بصبوا وين؟ بصبوا في وريد الآن يتبع الدورة الدموية الرئيسية، لوعة دموية يسمى الانترنال جاجولار فين، انترنال جاجولار فين، هي على سطح العنق هان، في لو واحد عصب بتلاقي وريد الضخم مضبوط، هذا اكسترنال جاجولار، في واحد لجوه ديب هذا اسمه انترنال جاجولار، بأخذ الدم الوريدي من الدماغ بوديه على السبك ليفين فين هنا عشان يروح على الأوردة وعلى الوريد الأجوف العلوي وهكذا عليه، تمام؟ فهمنا شو ديورال سينسز؟ عبارة عن ثنيات وقنيات تشكلت من الديورة مطر بمثابة أوردة الدماغ، مثابة أوردة الدماغ، تمام؟ يس. خلصنا من الديورة. الآن في هنا الأركنويد، نيجي على الأركنويد، تمام؟ في الأركنويد يا جماعة الشبكة اللي هي الطبقة العنكبوتية، شايفين كيف الزوايا اللي بنقول بنفسجة هاي؟ الخيوط هاي؟ الويب لايك ستراكشر عامل زي اخ خيوط وارجل العنكبوت، شكل تسموه بالطبقه العنكبوتيه. الان هذه الخيوط لها اهميه مهمه، الان السبيس اللي تحت الطبقه الاركنويد هاي شايفينه بينه وبين البايومتر سبيس كبير، ليش؟ عشان تحتيه بدور زي نهر جاري من من السائل، السائل ايش؟ الشوكي السريب سباينال فلويد، نهر، شفت النهر كيف بيمشي؟ نهر من السائل الشوكي بلف تحت هذا الفراغ اللي هو الصبر سبيس، بعد ما اجى السفن نحكي عليه الان من البطينات تحت الدماغ حيث يصنع ويفلتر هناك وبيطلع عبر قنيات خاصه بيطلع على السبراكنود سبيس اللي في الدماغ واللي حوالين النخاع الشوكي عشان يدور دورته الحياتيه، وحنسمي الدوره كم قديش بدوب في اليوم وكميته قديش، وهذا وشو ايش وظيفه السائل الشوكي، تمام؟ من احد وظائف الحمايه الميكانيكيه للدماغ عشان الواحد ما خبطت شويه هيك في الحيط وقع على الارض ما يرتديش الدماغ عندي بشكل بسيط، مش واحد ياخذ ضربه قويه يقول لك لا ما بتصير في حاجه، لا حصير في حاجه، لكن الضربات البسيطه الاطفال الصغار لما بيوقعوا يعني بيتاثروش لانه مش بتاثرش عشان السائل بيمتص ايش دائما؟ السائل الصدمات، اينما وجد السوائل في الكون يمتص الصدمه، ارمي حجر كبير في على شويه ميه تنزل بنزل بسرعه، مجرد ما يوصل الميه ايش بصير؟ بطل، لانه الووتر دائما بيشتغل كاشن ماس للصدمات شوك ابسوربشن، تمام؟ اللي هي هذا. الان طلع على الاركنويد، شايفين هاي الاركنويد في بروزات نتوءات بتبرز من الاركنويد مطر طبقه العنكبوتيه، وين؟ في داخل الساينسز، في داخل مين؟ هاي ساينس، هذا السجيتال ساينس، في داخله، في داخل الساينسز بتبرز بروزات من مين؟ من الغشاء العنكبوتي الاركنويد، وهذا الاركنويد فيلاي، هذا بنسميه اركنويد فيلاي، ايش بنسميها؟ أركنويد فيلاي، فيلاي جمع فيلاس، فيلاس يعني خملة، خملات، شفت الخملات الموجودة على سطح الأمعاء الدقيقة البطن الداخلية لها، إيش وظيفتها في الأمعاء؟ الامتصاص، امتصاص الغذاء مش كده؟ وهاي اللي هي الفيلاي، شايفين هاي الفيلاي اللي داخلة على الساينسز وظيفتها تعمل ري أبسوربشن، ري هعيد ثاني الحين بحكي على السياسات، ري أبسوربشن للسائل الشوكي بعد ما لفلفت وخلص انتهت دورته اليومية، صار في فضلات كثير الآن، الآن يعود إلى الدم مرة ثانية، هو استخلص من الدم ويعود إلى الدم، من وين الدم؟ تمام؟ أجاني فرش من الدم راح
مش فريش رجع تاني على الدم وبيتجدد. حنقول كيف بتصرف بيتجدد. الان كيف بده يرجع على الدم؟ بده يرجع عبر الاركنود في اللاين لانه بدور تحت الاركنود سبيس، تمام؟ عبر الفيلاي هاي الخمله شايفين الى الديورال سينسز. والديورال سينسز قلنا عباره عن قنوات وريديه دمويه بتشكلها الديوره للدماغ، فبيرجع السائل الشوكي على الدماغ على الدم الوريدي اللي طالع من الدماغ عبر الاركنود فيلاي في داخل الديورال سينسز. واضح؟ تمام. عرفنا ايش الاركنود فيلاي؟ نتوءات زوائد من العنكبوتيه في داخل اللي هي السينسز اللي شكلتها كقنوات دم وريديه الديورا مطر. عشان عبر الفيلاي ايش بصير؟ فيلاي خمله، خمله امتصاص، ري ابسوربشن اعاده امتصاص السيريبرو سبانال فلويد من اللي هي الصبر كرون سبيس الى الدم الوريدي عشان يتم التجدد لها. واضح؟ عندنا شغله الفيلاي، اركن الفيلاي. اوكي، نيجي على خلصنا كده اللي هي ايش المننجيز، التهاب المننجيز بتعرفوا فيه بيسمى مننجايتس، الحمى الشوكيه أبعد الله عنا وعنكم شرها. CSF سيربو سبانال فلويد. طبعا في عندي تحت الديورة يا جماعة، لما نحكي بعد كده في الإسعافات والطوارئ والهاي والفرسيد، في تحت الديورة في سبيس بينها وبين الأركنويد، بينها وبين العنكبوتية سبيس صغير بسموه صب ديورال سبيس، صب ديورال سبيس. وفوق منها بينها وبين العظم في فراغ بسيط جدا اسمه ايبيديورال سبيس. الان لما الناس حدا بيصاب في راسه، واحد بياخذ ضربه على راسه، حدا استرق وقع راسه، ايش بصير عنده؟ نزيف في دماغ. النزيف في دماغ بياخذ اماكن معينه، يمكن يكون في السبراكنويد هيموريج، يمكن يكون في الفنتريكل فيتيكولار هيموريج حسب، وممكن يتجمع شويه دم بسيطه، مجموع كميه من الدم بقع الدم في السب ديورال، بسميها سب ديورال هيماتوما في السب ديورال سبيس، وممكن يتجمع بقع الدم صغيره في الإبديورال سبيس اللي فوق الديورة بينها وبين العظم. وكل واحد له علامات وأعراضه اللي بنقيمها إحنا على الحالة في وقت الطوارئ في ساحة الحدث، ساعتها هنأخذها في الطوارئ، مش وقتها الآن. أوكي، حدرسكوا إن شاء الله الفصل الجاي، تمام؟ ففي عندي فوق الديورة سبيس بسيط، في عندي تحت الديورة سبيس أكبر شوية، تحت الأركنود طبعا السبيس كبير لأنه قلنا نهر من السياسف بيجري في داخله. واضح؟ يس. الآن نحكي على السياسف. سياسف سيريبرو دماغي سباينال شوكي فلويد، لانه هو بدور حوالين الدماغ وحوالين النخاع الشوكي، عشان كده اجت التسميه. واضح؟ هاي واحد. اثنين، بشبه مين؟ بشبه البلازما تحت الدم، لانه هو مستخلص من البلازما تحت الدم، ميه وشويه عناصر غذائيه فيها سكر وبروتين واملاح معدنيه، ايونات صوديوم بوتاسيوم كذا، عشان اللي هي الخلايا العصبيه تحت الدماغ، تمام؟ وبيحتوي على فضلات اللي يتم استخلاصها بعد مدار لفته حوالين خلايا الدماغ والنخاع الشوكي، طلعت من بعد الميتابوليزم تبع الخلايا العصبيه. بيحتوي على فضلات زي اليوريا، زي كذا كذا الى اخره، تمام؟ الان اللي اجى من البلازما استخلص وفلتر، استفاد من الدماغ، اللي طلع من الميتابوليزم رجع ثاني على السينسز عبر الفيلاي على الدم الوريدي عشان يتجدد ويتغير. فهمنا؟ سياسة. طيب، في لسه بروتين، مور فيتامين سي، ديفرنت ايونز صوديوم بوتاسيوم كلورايد الى اخره، في جلوكوز مكتوب عندكم التفاصيل هاي وحصلك فيها بدقه لانه مهمه جدا عمليا ان الكلام هذا، بالذات موضوع الجلوكوز تبع السياسف مرتبطه بالمننجايتس، تمام؟ فورم دامبل كرويد بلكسس، من وين بيطلع السياسف؟ بيطلع من الكرويد بلكسس، بيطلع من الكرويد بلكسس، قلنا الشبكه المشيميه الموجوده في داخل بطينات الدماغ، تمام؟ بيعمل ووتر كاشن حمايه للدماغ والنخاع الشوكي، زي طبقه مائيه تمتص الصدمات. سيركوليتد ان اركنود سبيس، بلف وبدور في الفراغ تحت العنكبوتي سب اركنود سبيس، وبطلع من الفنتكلز وبروح على السنتر كانال اللي قناه في نص النخاع الشوكي، القناه المركزيه بنزل عليها وبروح على سب اركنود سبيس وبلف وبرجع دور تاني. كل هذا موضح عندكم في الدياجرام الموجود، حرجع له ثاني الدياجرام. اطلع على الفنتكلز اللي هي البنفنتكلز، مظبوط؟ البنتكلز، فقره البنتكلز، هاي البنتكلز شايفين موجوده عندكم الرسم، هاي هي طلع عليه عامل زي الصقر او زي النسر، انا بشبهها زي النسر اللي فرد جناحاته ومنزل رجليه، بقول له زق. هذول هم البنتكلز يا جماعه، هذول بطينات الدماغ الاثنين الكبار، هذول هيك شايفين الكبير
واللي على جنبه الثاني كل واحد جاي في باطن نصف كره من نصف كره السيريبرال. هذا بسميهم لاترال فنتريكلز. ايش بسميهم؟ لاترال فنتريكلز. تمام، جايين في داخل كل واحد في جهه داخليه للسيريبرال هيمسفير. هذول اكبر اثنين، وكميه السيريبروسبينال فلويد تطلع منهم هي اكبر كميه. تمام، الان نمشي على المسار تبعها. هاي اللاترال فنتريكل، والثاني اللي جنبه هذا على الجهه الثانيه، كل واحد فيهم بصب بقناه ما بينه وما بين الفنتريكل الثالث، هاي الثيرد فنتريكل. والثيرد فنتريكل بياخذ شكل مين؟ الثالاموس، اللي زي اللي قلنا اللي هي المهاد، لان الموجود بين نصفي المهاد الثيرد فنتريكل. تمام، الان القناه هاي شايفينها اللي بين اللاترال وبين اللي هي الثيرد تسمى انتر فنتريكولار كانال. انتر فنتريكولار كانال، القناه اللي بين الفنتريكلز، او بتسمى اسم مشهور لها باسم العالم اللي سماها كانال اوف مونرو، مونرو كانال، مونرو عالم اسمه مونرو اكتشف القناه هاي وسماها باسمه مثلا كانال اوف مونرو او انتر فنتريكولار كانال. تمام، طيب الان السي اس اف اللي صنع في اللاترال فنتريكلز بصب وين؟ على الثيرد، والثيرد كمان في كولودي بلكسس، ها شبكه مشيميه بتفلتر وبتصنع سي اس اف، بس كميه مالها اقل لانه حجمه مع اللي اجت من فوق كله بيختلط مع بعض وبنزل وين؟ على الفورث فنتريكل. هاي الفورث فنتريكل شايفينه، هذا الفورث فنتريكل جاي بين الميدبرين. الميدبرين قلنا المخ الوسط اللي هو اول جزء في البرين ستيم اللي فوق البونز، في وسطه جاي هو الثيرد الفورث فنتريكل، هاي البطين الرابع. برضو البطين الرابع في شبكه مشيميه بتفلتر شويه من السياسه بس كميه قليله، مع الكميه اللي اجت من فوق من اللاترال من الثيرد كلهم بتجمعوا. وين بصبوا؟ بصبوا في اتجاهين، اتجاه على طول بضل نازل تحت شايفين هاي، والقبل شويه السنترال كانال ممر للسيريبروسبينال فلويد بينزل في منتصف النخاع الشوكي، هيك النخاع الشوكي حبل في منتصف في قناه، قناه تسمى بالسنترال كانال اوف سبينال كورد، القناه اللي في مركز النخاع الشوكي، عشان ينزل منها مين؟ السيريبروسبينال فلويد جاي من فوق. تمام، وبينزل لاخر سبينال كورد، فاخر سبينال كورد ايش بيطلع حواليه؟ اللي هو بيطلع السي اس اف في السب اركنويد سبيس، حيث سيدور هالنهر هذا حوالين النخاع الشوكي. تمام، الان ظل من الدماغ يلف حوالين الدماغ في السب اركنويد تبعه، مش كده؟ الان هنا شايفين القنوات، هاي قنوات جانبيه بسموها ابيرتشرز، قنوات تفريع ميدال ابيرتشرز وفي لاترال ابيرتشرز، اللي هاي هذه ميديال وهذه لاترال. تمام، بيطلع من السائل الشوكي وبيطلع وين؟ بلوف فتحه عامين هي على الصبر اركنويد سبيس اللي حوالين الدماغ، وهالنهر بصير يلف حوالين ايش؟ البرين، في الصبر اركنويد سبيس تبع البرين، مع اللي لف حوالين السبينال كورد بلفوا دوره حياه حاليا محكي على السياسه اللي انا اقولها بكميه معينه، بتخلص اللفه خلص صار اكسباير، في فضلات كثير، بطل في مواد فائده كثير، بيرجع قلنا وين؟ على الاركنويد فيلاي عبر الخملات تاعت العنكبوتيه اللي بتفتح قلنا على الساينسز، المجاري الدمويه الورديه اللي شكلتها الديوره، وبهيك بروح على الدم وبكون خلص دوره حياته. تمام، عاد بالفضلات وغذى وزود الدماغ والنخاع الشوكي باللوازم. تمام، هذه اللي هي ايش المسار تبع السيريبروسبينال فلويد. يعني في الان الدياجرام اللي عندكم الرسم طبعا بتلخص كل هذا، لا الدياجرام، الدياجرام المخطط العام، هي المخطط هاني، مخطط افتح ورجيهم اياه. شفت المخطط هذا؟ هذا تخطيط انا عملته، تصميم صممته يبين لك، يسهل عليك. يعني شوف احنا بنختصر ثلاث اربع صفحات دش في الدياجرام هذا. تمام، اللي هو طلع علي تبعه ايش كتب لكم انا؟ كورديبلكسس تبعت مين؟ تبعت اللي هو اللاترال فنتريكل، مظبوط؟ تفرز وبنزل السياسة عوين على الثيرد عبر اللي هي الانترفنتريكولار كانال او الكانال اوف مونرو. الان الثيرد في كولودو بلكسس بفرز كميه، مع اللي اجت من فوق بيزعل الفورد، عبر الفورد هي عبر القناه بسموها سيربرال اكوي داكت، سيربرال اكوي داكت، سيربرال يعني دماغ، اكوي يعني مائي من اكويس، داكت يعني عنق او قناه، او بسموها قناه سيلفياس، مكتوب عندكم كلها سيلفياس، برضه العالم اللي سماها، ايوه الدياجرام هذا العالم اللي سماها اسمه سيلفياس. تمام، بتنزل على وين؟ على الفورد، الفورد بصنع كميه فيها كولودو بلكسس، كميه صغيره، مع اللي جه من فوق بينزل وين؟ على السنتر كانال، على الابيرتشرز اللي هي على الدماغ بتلف النهر، والنهر بينزل على اسفل النخاع الشوكي يلف حواليه. تمام، الكميه خلصت الدوران الان،
بيجيتين عبر الان كنود فيلاي للديورال سانسز للفينس بلاد على القلب على على الى اخره ودوره حياه جديده. واضح هذه دوره حياه السياسه بحصلك فيها ثلاث كلمات. السكريشن تبعه من وين بيطلع؟ البرودكشن من الفنتريكلز عبر البلكسس. السيركوليشن وين بدور؟ في الصب الاركنويد. اسمي ثلاث كلمات. الريابسوربشن عبر الاركنويد فيلاي على الديورال سانسز. كم كلمه اختصرنا الموضوع؟ خمس كلمات. البرودكشن وين؟ في البنت برين بنتكلز من الكرود بلكسس. الدوران وين؟ السيركوليشن في السبركنويد سبيس. الريابسوربشن اعاده الامتصاص عبر الاركنويد فيلاي الى الديورال سانسز. صعبه ولا سهله؟ خلاص يعني لخصنا في خمس كلمات. هاي دوره حياته. برودكشن سيركوليشن وري ابسوربشن. تمام. نروح على الكاركترستكس تاع السياسات. تمام. السياسات الان خلصنا من هي انتاج وكذا. نيجي لوين؟ الكاركترستكس البروبرتيز تبعته مواصفات. يا جماعه السياسات مهم جدا لازم نعرفها. هاي شايفين الدياجرام هذا موجود عندكم الدياجرام هذا برضو. هاي اللي هي الاسهم اللي هي انتاجه ودورانه واعاده امتصاصه. هاي البلاي وهي السبركنويد وهكذا موجوده عندكم. ها طيب بلاد برين بلد حكيت عنه قبل شويه عشان يمنع دخول المواد الضاره وغيره وغيرها والفاتسلوب الى اخره. كل هذا موجود عندكم. ايوه مين مسموح له مين مش مسموح له؟ هذا الانجري مش موضوعنا. حناخذ لما ناخذ الاسعافات الاوليه بعد كده والسي في وغيره مش موضوعنا الان. الزهايمر مش موضوعنا. بس الان الكاركترستكس لمين؟ لا اللي هي البروبرتيز تبعت السياسه. السياسه يا جماعه الفكره فيزيكال بروبرتيز لازم نفهمها كويس. اول حاجه بنعرف اللي هي الاماونت كميته دوره حياته. ونعرف حاجه مهمه جدا تلزمنا لشغلنا ولحياتنا الانتركرينيال براشر الاي سي بي انتركرينيال براشر الضغط في داخل الدماغ. مين اللي بيسبب وبيحدثه بيوجده كظاهره فيزيائيه اللي هو السياسات. لانه حيثما وجد في الفيزياء خطوه الكيمياء الفيزياء اكثر حيثما وجد السائل بيعمل ضغط. مظبوط؟ يعني هاي القنيه هاي فيها ميه. الان هذه عليها ضغط على جدار القنيه. ايش فيه؟ ضغط. ضغط جزيئات الماء على جدار ايش؟ القنيه. بدل يعبي عبي عبي حتى تدخل القنيه بزياده لانه الضغط داخلها زاد وجوده. طيب ضغط الدم ماشي بشكل طبيعي بسبب اللي هي القوه اللي بتعملها تيار الدم هو ماشي مدفوع من القلب من القلب على جدار الشرايين. طيب بزيد الضغط من سبب معين بزيد ضغط البني ادم بصير عنده ضعف على الشرايين ومشاكل وهكذا حيث وجد السائل له ضغط. الان السائل الشوكي سي اس اف موجود وين؟ في داخل البرين فنتركلز في السبركلون سبيس. لما بتزيد كميته عن الطبيعي ايش بده يصير في داخل الدماغ؟ الضغط تبعه هو بيعطي الضغط طبيعي في الدماغ. كميه الضغط الطبيعي او مقداره من 5 تقريبا عملت لك اجماع الكتب اللي بنمشي عليها الان من 5 الى 15 ام ام اس جي او 50 ل 150 ملم ووتر لانه تبع الميه 10 اضعاف الوزن. تمام. 5 ل 15 ملم زبق. لما بيزيد عن هيك الضغط لانه زادت كميه السائل الشوكي لسبب ما افراز الزياده القنوات وسددت الى اخره حيصير عندي الضغط في داخل الدماغ الانتركرينيال بريشر الاي سي بي يزيد بيعمل لك انكونشس كوما فوميتنج الكونفالجنز الى اخره علامات وعرض اللي حتاخذها بعد كده في امور كثير حتيجي معنا لقدام. واضح؟ هي واحد. اثنين الاماونت تاعته كميه اللي بتفرز في كل دوره تتراوح ما بين 80 الى 150 ملي لتر سي اس اف. طبعا من 80 ل 150 حسب مين؟ حسب حجم البني ادم. الطفل الصغير حجم السدن السيستم تبعه ميزان كبير مضبوط؟ لانه دماغه لسه صغيره. النهر اللي حجمه حوالي صغير. نقاع الشوك لسه كثير ما طولش حجم البني ادم الادر وبالتالي بتتراوح كميه من الانفانتس بتطلع للادر من 80 كل ما كبر الشوك بتزيد لحد 150 بالادر. كميه ايش هذه؟ السائل الشوكي في كل دوره تفرز مع بعضها كميه كامله موجوده في داخل السبرك نود والقنوات اللي بيمشي فيها السائل الشوكي. تمام؟ السلام عليكم. دكتور محمود احنا مستعدين.
مين؟ اوكي السياسف الان عرفنا كميته النورمال اموت 850 مللتر في كل سايكل. الان على مدار اليوم السياسف بتنتج كميه تقريبا حوالي في النورمال سيتويشن 500 مللي نص لتر بيفرز على مدار اليوم، قسمهم على الكميه اللي في كل سايكل فبيطلع تقريبا بتجدد السيربرس بار فلود في اليوم في ال 24 ساعه حوالي 3 دورات ونصف الدوره. لو حسبنا الكميه قسمنا 500 على 150 في الادلت مثلا بيطلع كم دوره؟ 3 دورات وخش على الرابعه 3 دورات ونصف تقريبا بتجدد يعني 3 مرات وبيدخل على الرابعه على مدار 24 ساعه، ودائما الكميه مالها ثابته كونستانت بتزيد في حالات مرضيه زي المينينجايتس زي الانسفالايتس زي حالات كذا كذا الى اخره. اوكي لكن في النورمال سيتويشن على هيكيه. اوكي هذا بالنسبه للامات الاي سي بي تبع الضغط تبع اللي في داخل الدماغ اللي بيحدثه السيربسوال فلويد. نيجي لمين؟ للفيزيكال كاركترستكس، هو عباره عن كلير ووتري كلرلس فلويد زي الميه بالضبط. تمام، لو يوم ما يكون مش كلير كيرد معكر صار له معناته في انفكشن. تمام، هذا اللي بنشوفه لما بنعمل عمليه اللمبر بنكشر، عندكم صوره لها اللمبر بنكشر، عمليه الخزعه اللي بنعملها في الظهر للاطفال الصغار بالذات هم العرض اكثر من الجاكس وغيره، بناخذ عين من السياسف لو طلع كلير مبدئيا بقول كويس، ما تيرد معناته في انفكشن معكر في صديد يعني. نقطه ثانيه اللي هي الجلوكوز. الجلوكوز هو جاي من البلازما، البلازما بتحتمل سكر مزبوط. الان قديش النورمال جلوكوز تبع اللي هي السياسف؟ مهم جدا نسبه الجلوكوز في السياسات عشان احدد لو الانسان عنده مننجيتس نوع المننجيتس هل هي بكتيريا ولا هي فايرال. الان هو مكتوب لك من 40 الى 60 ملي جرام بالديسيليتر، والسكر الطبيعي عند الانسان من 80 الى 100 تقريبا، من 70 الى 110 ولحد حوالي 100. الان لانه ممكن الانسان يكون ديابيتك، مش بعرف انه قديش هذا، بعتمد على رقم، بعتمد على نسبه او معدل على شو. حسب الكتب المعدل تبع الشوغر جلوكوز في السي اس اف 2/3 اوف ذا بلاد جلوكوز، ثلثي سكر الدم في لحظه سحب العينه. عشان كده لما بعمل عمليه لمبر بانكشر خزعه وباخذ سي اس اف سبيسيمن عينه سي اس اف لازم في نفس اللحظه اسحب عينه دم واشوف الجلوكوز في الدم قديش واشوف الجلوكوز في السي اس اف قديش، واذا طلع اقل من ثلثين نسبه الدم معناته في عندي هايبوغلايسيميا. هايبوغلايسيميا ايش؟ اللي هو لو بلاد شوغر، لو شوغر سوري في السي اس اف، وبالتالي المننجاتس الموجوده عندي بكتيريا المننجاتس وهي الخطيره الاخطر، لان البكتيريا بتتغذى على ايش؟ على الجلوكوز، بتتغذى على الجلوكوز. هذا انديكيتور مش انه المننجاتس اللي عندي هي عباره عن بكتيريا المننجاتس. لو كان الجلوكوز تبع السي اس اف اقل من ثلثين سكر الدم في لحظه سحب العينه واضح؟ لكن لو كان طبيعي بكون غالبا رايحه فايرال انفكشن، فايرال مننجيتس اقل ضررا وخطوره من البكتيريا. واضح؟ البروتين من 20 لحوالي 45 ملغ، البروتين غالبا بكون انديكيتور غالبا للفايرال.
هذا انتم عارفين الفيروس هو عباره عن دي ان اي وار ان اي والريبليكيشن تبعه بصير والتفتت تبعه فبيعطيني البروتين فبكون غالبا بلاقي زايد شويه في الـ في الـ في هذا بس مش الدكتور كثير عندي اللي هي ايش كمان في الكاركترستكس عندي اللي هي السيلز السيلز الخلايا الخلايا بنقصد فيها الخلايا المناعيه يفترض هي اقل من 5 لحد اقل عندنا معيارنا في غزه في التحاليل لحد من 0 ل 5 يفترض هي 0 فش خلايا لانه كبير فلويد فش عندي اي حد لكن لو كان اكثر من 5 يعتبر في عندي انفكشن هذا بنحلل وبشوف اللي هي تحت الميكروسكوب في سيلز ولا ما فيش اميون سيلز بكتيريا سيلز نيوتروفيلز الى اخره تمام متبلد سيلز او ديد سيلز خلايا ميتة من النسيج العصبي تمام اكثر ممكن توصل سيلز 1000 2000 هذا يعني اللي في وجود ايش انفكشن واضح ايش كمان الليبرتيز ايش ذات المنجات صح طيب الان الفانكشن اللي سيصف يا جماعه قلنا له هو عباره عن بروتكشن للبرين في له ثلاث وظائف ميكانيكال بروتكشن كيميكال بروتكشن وايش كمان سيركوليشن ميكانيكال بروتكشن قلت لكم ميه موجوده حوالين شيء بتحمي تعمل كشن شوك ابسوربشن حمايه من الصدمات البسيطه اثنين كيميكال بروتكشن اللي هي قلنا بيحتوي على ايونات صوديوم بوتاسيوم عناصر وهذه العناصر لازم لها ايه لسريان الاشارات العصبيه فهو بزود خلايا الاعصاب كانت الدماغ والنخاع الشوكي بالايونات اللازمه الكيميكال ايونز اللي هي نيدز فور جود نيورال امبالسز ترانسميشن اللي هي نقل الاشارات العصبيه جيد بدها وسط كيميائي جيد فهو بزود بالايونات اللازمه تمام لان السيركوليشن كونه بدور جاي من الدم اذا بيحمل سكر بيحمل ايش بروتينز بيحمل هي مواد وعناصر غذائيه نيوتريشن بيعمل نيوتريشن لخلايا الدماغ والنخاع الشوكي وبزيح اللي قلنا اللي هي الويست برودكتس الفضلات اللي نتجت عن الميتابوليزم في داخل خلايا البرين والنخاع الشوكي واضح هذا السي اس اف ايش ضايل فيه خلص ضايل شيء فيه نيجي نحكي على اللي هي ايش على الكرينيال نيرفز الكرينيال نيرف مش كده الكرينيال نيرفز ايش فيه لاتراليزيشن ماشي لاتراليزيشن قلت لكم اياها الصبح تمام الصبح قلت لكم اللي هو استطراف الدماغ استطراف الدماغ انه نصف الكره اليمين بتحكم في الجزء الاسفل من الجسم والشمال بتحكم في اليمين هذا هو مقصود فيه اللاتراليزيشن استطراف الدماغ انه اليمين الشمال وشمال اليمين لا مكتوب عندك يعني للعلم بس انه الخلل هان بنعكس عن في الجسم على الجهه المعاكسه طبعا عندك نصف الكره اليمين بتقوم باكتيفيتيز وعندك نصف الكره الشمال بتقوم باكتيفيتيز زي اللانجوج زي الميموري زي السبيك زي الموفمنت الى اخره يقروا لحالك وفهموا لحالك اوكي ذكرنا النيرفز الان نحكي عن بسطهم ببساطه الجدول اللي قدامنا عندنا بالصور اللي موجوده بتوضح لنا المعلومه بشكل كبير تمام لكن نفس الجماعة عندي 12 زوج من الأعصاب الدماغية 12 بيرز الأعصاب هذه في منها سنسوري بيور حسية فقط تنقل إحساسات زي عصب الشم وعصب الإبصار وعصب التوازن والسمع هذا بسمى بيور سنسوري ثلاثة هم مال بيور سنسوري اللي عصب الشم رقم واحد الفاكتوري نير عصب الإبصار الأوبتيك نير رقم اثنين بس حسة الإبصار عصب ثمانية اللي هو بسيب كوكلا نير تبع السمع والتوازن هذول حسية بحتة تمام في عندي موتور نيرفز هي حركية بحتة بس وظيفتها تغذي عضلات الحركة زي العصب رقم ثلاثة اللي بسميه تبع في الجدول معايا الأوكولو موتور نيرف المحرك العيني بسموه بحرك أربع عضلات من عضلات اللي بحركوا العين تمام واللي هو الريكتس ماسل والعصب الخامس الرابع سوري اللي بسموه الابدس التروكلير نيرف العصب البكري بسموه بالعربي برضه بغذي حركه وعضله من عضلات العين اللي بحركوا العين تمام والعصب السادس اللي هو سيبك من الخامس الان السادس اللي هو بسموه الابدس نيرف العصب المباعد من الابدس من ابدكشن العصب المباعد العيني بسموه اللي بخليك تطلع لايش لبرا عينك تلفتها لجنب عشان تطلع تغش من زميلك ومنزل لك ورقه تشوف الاي بي سي دي انا بعرف القصص كلها
العصب السادس تمام هيك. والعصب الرابع، العصب الرابع اللي هو التروكليير نيرف بخليك تغش من برشاه ما تحتاج لك هيك، لانه بغض العصب المائل العليا بسحب العين السفلى من فوق لتحت بخلي العين تلف بشكل مائل كانك بتحل قاع وحط برشاه ما تحتاج ليك. كل شيء معروف عنا تمام. هذا بيور موتو. وعندنا العصب العاشر الحادي عشر سوري اللي هو اكسسوار سبينال نيرف بسميه المساعد الشوكي اللي هو بغذي قلنا العضلات المره الماضيه الاسترنوماستويد تلف الراس نو او يس والاسترابيزياس ترفع راسك الى اعلى. العضلتين هذول اللي بيحركوا المجيف اللي بيحركوا الراس بغذيهم الاكسسوار سبينال نيرف بيساعد الاعصاب الشوكيه في حركتهم. وهذا بيور موتور بس حركي لانه راح العضلات. والعصب الثاني عشر بسميه الهايبوغلوسال نيرف تحت اللساني بغذي عضلات اللسان مسؤول عن حركه اللسان اثناء الكلام والاطعام برضه بيور موتور حركي بحت تمام. لا نزل عندنا الميكس نيرفز. الميكس نيرفز الاعصاب المشتركه حسي وحركي اللي هو مين؟ العصب الخامس اللي سبناه اللي هو بسميه تراي جيمينال نيرف. تراي يعني ثلاثه، جيمينال يعني توائم، ثلاثه افرع له ثلاثه توائم يسموه ثلاثي توائم. في منه اوبثالميك برانش اللي هو بغذي منطقه الجبهه والعين واعلى الخد وهذا سنسوري بحت. وعندنا المكزيلا البرانش اللي هو بغذي منطقه المكزيلا الفك العلوي والشفه العليا واسفل الانف والاسنان العليا والجيوب الانفيه الفكيه العلويه اللي تحت المكزيلا الساينس. عشان كده لما اسنانك بيجعوك ممكن بتحشي ضرس حشو عصب احنا بنعمل الشغل في العصب اللي جاي من المكزيلا البرانش اللي بغذي الضروس او الهذا تمام. هذا برضه سنسوري بحت فيش في حركه لسه حتى الان. المانديبولار برانش الفك السفلي تاع المانديبل هذا ميكست، هذا سنسوري بغذي الاحساس من الشفه السفلى من الذقن واللثه السفلى والاسنان السفليه تاعت المانديبل وبغذي عضلات مين قلنا اول امبارح المره الماضيه المضغ الماستيكيشن ماسلز. عضلات المضغ الماستيكيشن ماسلز هي بغذيها وبالتالي اصبح العصب على بعضه كله في افرع حسيه وفي حركي اصبح ميكس نيرف ميكس. وهذا العصب يا جماعه اهم عصب لامين اطباء الاسنان عشان هو اللي بغذي العصب وحشوه العصب فيه في الشغل فيه اوكي. خلصنا منه نروح على العصب السابع يسمى العصب الفيشيال نيرف الوجهي. هذا ميكس نيرف هذا بغذي الاحساسات من زي حاسه التذوق من طرف اللسان الامامي الحلو والمالح زي افراز لعاب من السب مانديبولار والسب لينجوال جلاند الغدد اللعابيه اللي تحت اللسان وتحت الفك بغذيهم يفرزوا اللعاب. بغذي هذا العصب اللي هو الغده الدمعيه اللي هي الغده بتفرز الدموع في الجفن العلوي تمام مسؤول عن افراز الدموع. وبغذي اللي هو ايش يا جماعه الحركي له بغذي اللي هو الفيشل اكسبريشن ماسلز. المره الماضيه التعجب والاستغراب والابتسام وضوح فيشل ماسل. عشان كده لما الانسان بيشل عنده هذا العصب نتيجه اصابه التهاب الى اخره بصير عنده حاجه اسمها البلز بلسي العصب السابع البلز بلسي او الفيشل بلسي الشلل الوجهي او الشلل البلز بسموه اسم عام اللي سماه بصير عنده التفات اللفت على وش هذه المنطقه شاده اللي هي السليمه اللي ارتخت هذه هي المصابه هان اوكي يس. هذا اللي هو فيشل نيرف مسؤول عن افراز اللعاب من امام اللي هي الغدد الاماميه الهام مسؤول عن التذوق الامامي اللسان من اللي هو الحلو والمالح اللي بدون تمام. العصب الثامن قلنا العصب اللي بغذي الاذن اخذناه في السنسز الفصل الماضي اللي هي التوكين الاذن الداخليه الكوكليا القوقعه تحت الاذن تحت السمع هي كوكليار برانش والفيستيبيول اللي تحت التوازن فيستيبيولار برانش فيستيبيول كوكليار نيرف او بسميه اوديتوري نيرف او كوستيك نيرف السمع التوازني هذا حسي بحت مسؤول عن عمليه السمع وعمليه ايش التوازن اي خلل والتهاب فيه بادي انك تسمعش بادي انك بيصير عندك حاجه اسمها فيرتايجو اللي هي المينيز ديزيز او الفيستيبيولار نورايتس بنسميها التهاب العصب الفيستيبيول وهذا بسبب الدوخان والدوران ومشاكل كثير عند الانسان اوكي. العصب اللي هو التاسع قلنا الصبح قبل شويه اللي هو جلوسفارينج اللساني البلعومي ميكس نيرف مسؤول عن احساس التذوق من اخر اللسان لانه جاي من وراء المره القابض مسؤول عن افراز اللعاب من الباروتيد جلاند الغده النكافيه اللي جاي تحت الاذن هان مسؤول عن قلنا اللي هي حركه البلعوم اثناء البلع الطعام واثناء الكلام هاي ماسلز يعني حركه عضلات ومسؤول عن ايش؟ عن استشعار قلنا التغير في ضغط الدم واستشعار تغير في كيمياء الدم لما قلت الصبح عن موضوع ضغط الدم وكيمياء الدم الاورتك والكاروتيد سالسز
تمام. هذا اللسان البلعومي اللي جاي وين رايح على المدلب لونجاتا. العصب العاشر العصب الحائر فيغاس نيرف. فيغاس من فيغ فيغ يعني حائر او غامض. ليش سموه هيك؟ لو لاحظتوا كل الاعصاب اللي انا سميتها الاولفاكتوري رقم واحد تبع الشم بيجي على منطقه اليسار الانف على الشم طالع من الدماغ راح مكان محدد على الانف. الاوبتيك نيرف عصب رقم 2 عصب الابصار جاي على العين حاسه الابصار جاي على منطقه محدده. كل يوم عديته على منطقه محدده الا هذا جاي بينزل ونازل على كل الاحشاء الداخليه على الجهاز التنفسي وعلى الجهاز الهضمي وعلى القلب وعلى الامعاء وعلى الجهاز البولي وعلى الجهاز التناسلي ورايح جاي من هنا لهناك. عشان كده يسموه بالحائر لانه متشعب كثير. عشان كده سبب التسميه الفيغاس نيرف هذا برضو ميكس نيرف في منه سنسوري وفراز الغدد وفراز العصارات ومسوعنا وموتر بغذي عضلات اللي هي جدار الامعاء وجدار الشعيبات وجدار اللي هي الحالبين وجدار اللي هي الرحم وجدار الغدد التناسليه والى اخره. تمام. هذا الفيغاس نيرف تمام مسؤول عن تغذيه الجهاز الهضمي مسؤول عن افراز العصارات الهاضمه مسؤول عن عمليه الهضم هو المسؤول عن اللي هي وصول الدم بكثره للاعضاء التناسليه اثناء الانتركورس مسؤول عن اللي هي التبول مسؤول عن التبرز الى اخره. تمام. عندنا اللي هو العصب العاشر الحادي عشر والثاني عشر قلناهم اللي هو الاكسسوار سباينال حركه الراس والهايبوغلوسال حركه اللسان. هذول اللي كنا نسميهم سيلين والفاكتور رقم واحد اوبتيك رقم اثنين ابصار حرك عينك وكيلو موتر كمان حرك عينك لتحت تروكليار امدغ اسنانك رقم خمسه تراجمينال طلع بعينك على الجنب ابدسنس رقم سته محرك العين السادس تمام سبعه الفيشال ثمانيه السمع والتوازن تسعه البلعوم اللسان البلعوم البلع والى اخره تمام العاشر الفيغاس نيرف في الاحشاء الداخليه الحادي عشر حرك راسك فوق وتحت وعلى اليمين وعلى الشمال الثاني عشر تكلم حرك لسانك خلصنا سهله جدول سهل هاي الرسومات عندك كل واحد وين بروح فنبسط الامور بشكل جيد الى اخره. خلصنا هيك اللي هي البرين راحه صغيره ونصها على الظهر لانك على سبانال كورد سبانال بنختصر على السريع فيهم واللي اسم بدك وخلص الموضوع. بدي اقفل التسجيل هذا.